طول ثلاث كلمات بسرعه، السلف والرول والنيتشر اوف ايه انترفيو. السلف والرول والنيتشر اوف انتر ايه انترفيو. دي ثاني حاجه. ثالث حاجه العلاقه، اكتب عليها العلاقه. العلاقه اللي هي ايه بسرعه؟ اللي هي الديمونستريت الريسبكت والايه والانترست. حد فاهم حاجه ولا لا؟ اللي هو الاحترام والاهتمام، حاسس انك بتهتم وتفهم في نفس الوقت ان انت مهتم بيه. في اي مشكله؟ رقم 2 ايدنتيفاي الريزون فور كونسلتيشن، يعني سبب الاستشاره. استنى هنعرف انت جاي لي بروبلم بشكوى اساسيه. يبقى بسم الله الرحمن الرحيم ابدا معاك باوبن ولا كلوز؟ اوبن. يعني انت بتشتكي من ايه يا عم الحاج؟ ما وصلش لكلوزد كويشن دلوقتي. سؤال المقفول، انت بتشتكي من ليه؟ السنه الجايه بيقول لك مثلا المريض ده جاي لك بجي اي تي مانيفستيشن، يعني عنده مشاكل في البطن. فالجي اي تي لها سيمتوماتولوجي، يعني لها فومتنج ولها ضياريه ولها ابدومينال بين ولها سويلنج ولها ميلينا ولها هيماتينا. تعرف اعراض كتير في الجي اي تي. فانت الاول بتسيبه يقول كل اللي عنده ده اوبننج، اللي هو بتشتكي من ايه يا عم الحاج؟ افرض قال لك 3 4 سيمتومز من السيمتوماتولوجي، فاضل 5 او 6، تبدا انت بقى تسال فلوس ده عشان تقفله يا اه يا لا. يعني افرض هو ناسي الموضوع ان هو رجع دمه مره قبل كده، فانت بتقول له جالك هيماتيمسيس يا عم الحاج. لما تقول له جالك هيماتيمسيس ده كلوزد، لكن انت في الاول بتبدا بايه؟ باوبن. يا كريم هحفظك كل ايتم دلوقتي باذن الله زي اسمك بس الناس صح. يبقى انا ازاي ايدنتيفاي الريزون فور كونسلتيشن، اللي هو سبب الايه؟ الاستشاره. كم ايتم قدامك؟ 4. اول حاجه ان انا بسال العيان عن البروبلم. اقرا كده، ايدنتيفاي البيشنت بروبلم. انا براجع الناس اللي حضرت، انا مش بقدر الناس اللي ما حضرتش. ايدنتيفاي البيشنت بروبلم باي اوبننج ايه؟ طب وهو بيجاوب، رحنا كتبنا عليها الكلمه الثانيه ليه؟ انا سالت، يبقى هو بيجاوب لسن تو بيشنت وزاوت انتراش. اسال ثاني ولا لا؟ عارف يقصد ايه بسال ثاني دي؟ الكلوز. يعني ايه؟ طب يا عم الحاج في هيماتنسس، طب في دوخه ثانيه، طب في حاجه حصلت في القلب، طب في بالبيتيشن، طب في الكلام ده، يبقى سكرين. رحت كتب عليها اساله ايه؟ اسال ثاني يعني ايه؟ سكرين فور فيرسر بروبلم، مشاكل او كومبليكيشن حصلت من البروبلم الاساسيه ابدا اسال عنها. ثم نيجوشيت الاجنده تيكنج. قلت يعني ايه كلمه نيجوشيت الاجنده تيكنج؟ اسجل كل حاجه عن البروبلم. في اي مشاكل بالله عليكم تصحصحوا معايا. اقول لك على حاجه، هم كام ايتم؟ 5. كلمه كونسلنج بالعربي يعني ايه؟ ولا حسين استشاره. بقول لك يا حسين، كل ايتم هيتكتب في ايه؟ في ورقه. كل ايتم من الخمسه او كل ستيب من الخمسه في ورقه لوحدها. ولما تيجي تذاكر يا حسين تنسى الايتم اللي قبله اوريدي، الحمد لله منسي، وتركز في اللي انت فيه بس، وكان مفيش حاجه بعده. رقم انت بقول لك على حاجه، طب ما تيجي احمد نطمن بس ناخده معنويا. اول حاجه انا بدات الجلسه اسمعني الشيت الايه؟ السجن. بعد كده رقم 2 جذرنج ايه؟ فورميشن. انا ابدا اجمع ايه؟ معلومات يا عبده. رقم 3 بيلدنج ريليشن شيب. اقول لك على كده كلمه جذرنج انفورميشن اكتب عليهم اسهل ستيب. حلو قوي. ولا حامل هصنفهم لك دلوقتي عشان الدنيا تبقى مظبوطه. مين اصعب في ستيب فيهم اللي جاي اللي اسمه بيلدنج ريليشن شيب؟ اكتب عليه اصعب ستيب. تبقى انت عارف ادي بندق بس ان الايتم دوت محتاج منك تركيز. وانا فاهمك كل كلمه دلوقتي باذن الله. يا ناس نيجي بعد كده اطول ستيب فيهم هي الرابعه اللي هي ايه؟ اكتب عليها اطول ستيب اللي هي ايه يا جماعه؟ اكسبلانيشن اند بلانينج. طب اقفل الجلسه زي عنا زي انيشيت كده، اتفه واحده فيهم برضه اللي هي كلوزنج الايه؟ السيجن. يبقى لم لك الستيبس بتاعت الكونسنج بكام؟ 5. المريض جاي يا ساره، ونحاول نحفظ مع الدكتور الحصه. المريض جاي لك، عارف مين الدكتور؟ لا، الدكتور اول حاجه فتح الجلسه اسمها نشيت الايه؟ السيجن. بدا يجمع معلومات اسمها جذرنج ايه؟ الدكتور اثناء تجميع المعلومات ايه؟ بدا يعمل حاجه اسمها بيلدنج ريليشن شيب. رجع الحب بعد كده راح هيجي دور الدكتور انه يتكلم، اسمها اكسبلانيشن اند بلاننج. لو انا بقى اتكلم زي عامله زي انفورمنج هناك، حد فاهم حاجه؟ كان انفورمنج دي كنا بنقول فيها ثلاثه ايه؟ سي و صح ولا اول سي كانت ايه؟ كلير تساوي كوريكت. عايز اتكلم بنفس الطريقه عشان بعيد عنها كونسايد. المستجلس والنيدز والايه؟ واللانجوج. وبعدين سامنج اب بريف واخر حاجه شيك باك تو بي شور ذات ستيتمنت از اكوريت. وربنا الكلام سهل. عايز واحد بيفهم عشان بعد كده تلاقي نفسك خلاص باذن الله. اول حاجه عملنا انشيت الايه؟ سيجن. رقم 2 على فكره احنا كتبنا اليمين على كلمه جذرنج انفورميشن اسهل ايه؟ ايتم. استنوا انسى الايتم الاولاني خلاص يا بشوي، ما تصدقنيش قوي اللي هو كان ايه؟ انيشيت السيجن ارميها على جنب. بعد كده الدكتور هيبدا يجمع معلومات. هسالك سؤال بحق ربنا، هو انا عشان اجمع معلومات مش هسال اسئله؟ طب وهو هيجاوب؟ شفت نفس الاسكيمات اللي احنا بنمشي بيها بس تفهم. وعشان يجاوب محتاج حاجه. واحد يقول لك يعني عشان يجاوب محتاج حاجه؟ مش انا لازم انكرج هيم تو توك؟ افرض هو مكسور مثلا او فاكرك مستعجل، انكرج هيم تو توك. قول له يا عم الحاج انا مش ورايا حاجه ومستنيك. يا عم الحاج افرض هو عايز يتكلم في حاجه خاصه مثلا ومكسوف يقولها، يا عم الحاج لو اي حاجه قولها عادي، الكلام اللي بينا مش هيطلع. هو اكيد هيطلع بره بس بغض النظر عن اللطف. فاهم حاجه ولا لا؟ يبقى انت بص بقى، يبقى جذرنج انفورميشن الدكتور هيجمعهم لك في 6 ايتم. بقول لك يا محمد ركز بس كده والله الدنيا هتبقى مظبوط. 2 منهم اسئله، واثنين والمريض وهو بيجاوب، واثنين في النص عشان يجاوب. ايه اللي انت بتقوله ده يا دكتور؟ سيب المذكره ثانيه، احنا عايزين نجذر ايه؟
سأل احنا عايزين نجازر ايه؟ انفورميشن يعني نجمع ايه؟ معلومات عن طريق ان انا اسال اسئله. اول اثنين ايتم هتعلم عليهم، اول حاجه يوز دي اوبن اند كلوزد كويشنز. فاهمين حاجه ولا لا؟ ليه؟ الاسئله بتاعتك في منها اوبن في الاول وبعد كده في منها ايه؟ كلوز. علم على الايتم ده يوزنج ايزلي اندرستود كويشنز، يعني الاسئله اللي انت هتسالها العيال لازم تكون ايه؟ مفهومه. اكتب على الاثنين دول اسال العيال او الاسئله، اكتبهم زي ما تكتبهم. هو انا هجمع معلومات عن طريق ايه؟ انا اسال ايه؟ اسئله. نوع الاسئله قصده كده يا ايه؟ الناس اللي ورا اسماء قصده ايه بنوع الاسئله يا مريم؟ صح كده معايا؟ قصده بنوع الاسئله ان الاسئله بتاعتك اوبن وايه الاول؟ ولا اسلام. وانت بتذاكر يلا بص احنا مش قلنا كل ايتم في ورقه لوحده، بتذاكر كده بالطريقه ديت. اول حاجه اتنين اسال العيال او اسئله. الاسئله اللي بسالها للعيال يا كريم حاجتين، يا اوبن وكلوز خلص الموضوع يا اسلام وربنا، يا اما ايزلي ايه؟ اندرستود. صح ولا انا غلطان؟ وقبلهم كلمه يوزنج. يا سلام، يبقى الاسئله اللي انت بتستعملها عايزك تذاكر بالطريقه دي يا كريم، كانك بتلم الليله كلها في كام ايتم صغننين. طب بقول لك ايه، هو هيجاوب كمان شويه، سيبك من هو هيجاوب، عشان يجاوب. واحد يقول لك يعني ايه عشان يجاوب؟ اتنين ايتم، كان دي حلقه الوصل بين الاسئله والاجابه. اول حاجه انكارج واحده واحده على اغنيم عشان الدنيا تبقى مظبوطه. انكارج هيم، بلاش توتيل ستوري، خليها توتوك. خدها امتى؟ انكارج هيم توتوك، خدناها امبارح في جروبي. بس هو نفس اللعبه بس اللي مالك في صوره ايتمز يا عم عليها هتلاقي الدنيا مظبوطه. يبقى انكارج هيم تو ايه؟ دي جمله عندك واكتب برضه عشان يجاوب على الاثنين دول. فاسيليتيت البيشنت ريسبونس. واحد يقول لك يعني ايه يا دكتور فاسيليتيت؟ اسهل له الاجابه، يعني ايه افرض هو مكسوف وعارف ان الحته دي محرجه ومش عايز يتكلم فيها، اقول له يا عم الحاج ما فيش كلمه بينا تطلع بره، اتكلم معايا يا عم الحاج ده انا الدكتور بتاعك، يعني اي حاجه انت هتقولها هتبقى بينا. يبقى ده كانك بتسهل اجابته، فاهم ازاي؟ او تديله ليدنج حاجه ليدنج، تقول له طب يعني ما حصل معاها بالبيتيشن، حصل معاها تربيه، فاسيليتيت البيشنت ريسبونس. طب بالله عليك وهو بيجاوب ليسن كيرفولي وزاوت ايه؟ زي اللي انت عارفها بالظبط. صح لا؟ هو كاتبها لك ليسن اتنتفلي، اشطب على كلمه اتنتفلي دي وخليها كيرفولي، انك ماشي بنفس اللعبه. مش هيقول لك اي حاجه نسمة لو سمعها ليسن كيرفولي. ولا حازم انا ليه بحفظك ست ايتم ست انا عسكر؟ عشان يوم ما تنسى تكتب خمسه، هو عايز اربعه بس ما قررش من الاول يا اسلام ان انا هكروتهم اربعه، هتنسى واحد هتكتب ثلاثه، تنسى هتكتب اثنين، فاهمين حاجه ولا لا؟ يبقى لسن ايه؟ كيرفولي. واخر كلمه بالنسبه لك قال لك ايه؟ قال لك استبلش. استبلش يعني اسجل الديتس والسيكونس اوف ايفنتس. لما يجي يقول لك يعني ايه كلمه ديتس؟ التواريخ، يعني ايه سيكونس اوف ايفنتس؟ تتابع الاحداث، يعني المعنى انا دلوقتي بسمع منك صح ولا لا؟ مش بجزر انفورميشن، لازم اكتب الاول الضغط اللي حصل اول ولا السكر؟ الكومبليكيشن الفلانيه حصلت قبل ولا بعد؟ انت فاهم حاجه ولا لا؟ طب الغيبوبه جات لك بعد ولا لا؟ كده يبقى استبلش بسجل الديتس التواريخ والسيكونس اوف ايه؟ ايفنتس. اكتب بقى كده في سكيمتك في جنب، يبقى اثنين منهم ايه؟ هو دي الناس اللي بتفهم. دكتور وعدك ان الايتم ده ايه؟ اسهل ستيب فيو. اتمنى من الله محمد ان يكون اسهل ستيب. اول حاجه عملنا انشيت الايه؟ السجن. والصمت يسود المكان بالله عشان الدنيا تبقى مظبوطه. يا امنيه انشيت الايه؟ السجن. بدانا الجلسه بكام حاجه؟ اثنين انيشال رابورت. يعني ايه انيشال رابورت؟ علاقه اوليه. رقم اثنين ايدنتيفاير ريد. طب ما هي شبهها. طب ما ايدنتيفاير ريزون فور كونسلتيشن شبه جازرنج انفورميشن. حتى انا بدات ايدنتيفاير ريزون فور كونسلتيشن بان انا سالت العيان وهو بيجاوب وبعدين سالته تاني. صح ولا انا غلطان؟ ونيجوشيت الاجنده. طب ما هي شبه اللعبه بالظبط. هنا اثنين منهم اكتبهم في جنب. اثنين اسئله واثنين عشان يجاوب. تكتب بالعربي اي كلمه الدكتور بيقولها اقسم بالله هتفرق معاك في المذاكره. واثنين وهو بيجاوب. فاهم قصدي ايه ولا لا؟ يبقى اثنين اول حاجه عشان هي ناديه الاسئله بتاعتي، وبعدين اثنين عشان ايه؟ بيجاوب. واثنين وهو ايه؟ بيجاوب. مين الاسئله بتاعتي يا الاء بالله عليك؟ ازلو ها اندرستود واوبن وايه؟ وكلوز. طب عشان يجاوب انكارج هيم. لا ما انت قبل ما اطلع من الايتم تسمعه زي اسمك. ادام جيت الحصه استفيد بقى بالله عليك في الحصه يا عم. انكارج هيم تو توك. قول يا عم انكارج هيم تو ايه؟ تو توك. وفاسيليتيت البيشنت ريسبونس وهو بيجاوب ليسن كيرفولي. وثم استبلش الديتس والسيكونس اوف ايفنتس. الدكتور كده قال لك انسى الايتم دوت، يبقى تنساه خالص وتخش على الايتم الجديد كانه اول واخر ايتم. ثلاثه بيلدنج ريليشن ايه؟ اللي بيفهم بقرايه. بقول لك ايه؟ استهدى بالله. هو الدكتور وعدك ان الايتم ده هيبقى صعب. يحيى مره في اثنين في ثلاثه الايتم ده هيبقى سهل. احنا لا لا سيبك منهم، الستة اللي أنا علمت عليهم بس يا عبد. بقول لكم إيه كمان؟ ركزوا كده معايا ها؟ نعم. طيب ماشي هظبط الدنيا، بس ركزوا هنا معايا. ها طقوس يا جماعة، بصوا لي هنا كده معايا، بالله عشان الدنيا تبقى متسسمة. تاني أيتم اسمه جازرنج إيه؟ قلنا يعني إيه جازرنج إنفورميشن؟ لما الدنيا تبقى حر وليه. ها جازرنج إيه؟ إنفورميشن. قال إيه في الجازرنج إنفورميشن؟ اثنين إيه؟ اثنين توهان واثنين بارانس. صح كده؟ وايه اثنين ايه يا حسين؟ اثنين للذكرى. اي حاجه بقى يا حسين. قلنا اثنين اسئله واثنين عشان يجاوب واثنين بالنسبه لك حسين وهو بيجاوب. قلنا ليسن كيرفولي وايه؟ يلا يلا استبلش الديتس والسيكونس اوف مين؟ ايفن. طيب جدع بص يا حسين،
نركز بقى بالاكل عشان الدنيا تبقى مظبوطه. قال لك بيلدنج ريليشن شيب. طب اقول لك ايه، طلع لي الثلاث كلمات دول من عنوان. حلو قوي. الدكتور قال لك على العنوان ده لا كريم اصعب اي تي فيه. طب لا عايز صح يا باي. اول كلمه طالعين من الموضوع دوت نون فيربال. اكتب ايه بس الكلمه دي؟ نون فيربال. ثم ديفلوبنج الرابورت. ديفلوبنج الرابورت اللي هو العنوان الثاني. بس اكتب لي بس اول كلمه نون فيربال. اي حاجه يا دكتور بيقول لك عليها بالله عليك لا تكتبها. ياسمين ثالث كلمه انفولفنج البيشنت. واحد يقول لك يعني احتوي العيان، حب العيان. بقول لك ايه، ايه الثلاث كلمات دول؟ استنى اول ايتم انا عبيد عشان ما يبقاش ايه انشيت الايه السيجر. رقم 2 جازرنج ايه انفورميشن عن طريق كام ايتم؟ 6. 2 منهم ايه اسئله ازلي وايه واوبن وكلوز. ازلي اندرستود واوبن وايه وكلوز. انكارج هيم تو ايه تو توك وفاسيليتيت البيشنت ريسبونس وهو بيجاوب. ليسن كيرفولي. وهي اخر حاجه انسى بقى الايتم ده، اتمنى ان بابا يكون محفوظ. بقول لك ايه، عشان نزود الريليشن شيب بينك وبين العيال، بيلدنج ريليشن شيب، قول لي صح ولا غلط، ممكن من النون فيربال بيهيفير بتاعك الفيشال اكسبريشن تحسس العيان ان انت انترستد بيه ولا لا، ان انت بتحترمه ولا لا، صح ولا انا غلطان؟ فرد عليه قال لك ايه، اول عنوان في بيلدنج ريليشن شيب يوزنج ابروبريت. هي حط دايره على الكلمه دي نون فيربال بيهيفير. فهمتها يا عمر ولا لا؟ هي اللي طلعت لك من العنوان، من النون فيربال بتاعك. يعني انا لما اكون بتكلم على العيال ابص تركيزي معاه، الفيشال اكسبريشن بتاعتك، الاي كونتاكت معاه، فاهم حاجه ولا لا؟ على فكره هو قال العنوان وفسره بنفس المعنى، اقرا كده؟ ما هو قال لك يوزنج ايه؟ بترد عليا ابروبريت نون فيربال ايه؟ راح قايلها لك ديمونستريت حاجتين، يا ديمونستريت نون فيربال بيهيفير اللي هي زي الفيشال اكسبريشن والاي كونتاكت، اه ولا لا؟ يا ديمونستريت الايه؟ الكونفدنس اللي هي الايه؟ الثقه. حلو قوي. يبقى ده خلصنا من اول ايتم. انتوا فاهمين هو عايز يقول ايه؟ على فكره الايتم كفايه مالكش دعوه بمين، المشكله بالنسبه لك بقى بالايه؟ الحفظ. وكده الدكتور احمد طلع لك كام ايتم؟ ثلاثه. اول حاجه كلمه نون ايه؟ وفسرها بنفس اللعبه يا حوده. قال لك يوزنج ابروبريت نون فيربال، صح؟ اللي هو ديمونستريت النون فيربال او ديمونستريت الكونفدنس. جه انا جلاب بعد كده راح قايل لي ديفولوبنج الرابورت. بالراحه بقى بالله عليك عشان الكلمات دي ايه بترخم شويه. اكتب على اول، حط دايره على كلمه اكسبت. هو يعني ايه صحيح يا احمد؟ يعني ايه ديفولوبنج الرابورت؟ تطور الرابورت اللي بينه وبين مين؟ العيان. انا الاول عملت انيشال الرابورت، مجرد ان انا سلمت عليه وعرفت اسمه فاكرينه ولا لا، وقدمت له نفسي ودمونستريت الريسبكت والانترست له انها في الاول خالص اللي هي انيشال ايه؟ رابورت. انا هنا عايز اطور العلاقه. من الحاجات اللي ممكن تخلي العيان يتكلم ان كل ما العيان يتكلم انت بتنفض لكلامه او ما بتحطش في كلامه في الايه؟ في الحسبان زي ما بيقولوا. بسم الله الرحمن الرحيم اكسبت. اكتبها بالعربي كده، اتقبل ايه يا جماعه؟ اراء العيان. اكتبها بالعربي بالله عليك هتفرق معاك. اللي هي اكسبت ايه؟ بالراحه بيش فيوز وايه؟ وفيلينج. بمعنى افرض قال لي ايه؟ انا بقول له يا عم الحاج انت لازم تبعد عن المسبكات والدهون خالص، بتنصحه حاجه في الاكل؟ قال لك لا والله يا دكتور ما لا 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 هتقدر. ورحت مكمل كده، انت ما تقبلتش اي فيو هو قاله او لو حتى فيلينج. يعني انت وانت بتنصحه بحاجه زي كده لقيته راح ايه؟ مكرمش وشه كده، يبقى انت عارف انه مش هيعرف يعمل الكلام ده، فانت تجاهلت الموضوع. كده الرابط بينك وبين العين هت ايه؟ هتبوظ. لكن لما ترجع تقول له يا عم الحاج طب ليه طيب؟ طب ما احنا قلنا الوقت الجلطات بدات تتكون، نسبه دهون عاليه، احنا لازم نحط. انت فهمت حاجه ولا لا؟ يبقى انت اكسبت سواء فيو سواء مين؟ فيلينج. يعني لو كان فيربال او ايه؟ كلام انا عمري قالك كلام ربنا. بقول لك ايه؟ بروفايد سبورت. اكتبها بالعربي كده، ادي له ايه؟ امل. هسالك سؤال، اكتبها بالعربي برضه. بروفايد سبورت. ولا حسين لو عندك مريض عامل كانسر تعرفه ولا ما تعرفوش؟ دايما اعرفه ايوه عشان ينهي وما يجيش تاني. فاهم ازاي؟ وليه الاجماع الرهيب اللي انتوا بقيتوا فيه ده؟ قابله فينا لما تيجوا. بقول لك يا حسين دايما يقول لك كده يا حسين، خبي على العيان وعرف اهله. تعلمها كده، خد على العيان وعرف اهله. مش انت خدت حسين في التريتمنت بتاع الكانسر في التيرشال ستيج لما قال لك في حاجه اسمها باليا في التريتمنت؟ باليا في التريتمنت دوت كان ايه؟ سايكولوجيكال. يعني فاهم حاجه؟ دايما حسس العيان ان في سبورت، ان في امل. فاهم حاجه؟ زي ما مثلا هقول لك السنه الجايه في البطنه لما تيجي تدرس الليفر هتيجي تعرف في الهيباتيتس. عارف الهيباتيتس؟ تعرف في حاجه ضافوها جديد اليومين دول في الكتب اسمها بوست هيباتيتس سندروم. يعني مين يسالك يقول لك يعني ايه بوست هيباتيتس؟ ركز في الكلمه دي، بوست هيباتيتس. يعني هو حصل له هيباتيتس، ايه السندروم بقى اللي حصل له؟ في ناس كتير وبتشوف الكلام ده في الحياه ما يكونش عارف ان هو عنده هيباتيتس سي والدنيا ماشيه حلو، رايح يحلل بالصدفه بالصدفه اكتشف ان هو عنده سي، مسكته بقى السايكولوجيكال ستيت بتاعه. فبيقولوا ايه؟ بيبقى مريض عادي عنده سي بس السي مش نشط، ومجرد ان هو يعرف بيبدا يحصل ديتيريوريشن في الليفر فانكشن، شهرين ثلاثه اربعه تبدا العمليه منه تبوظ خالص وممكن يخش منك في الليفر سيرجري في 6 شهور او سنه، ده كله بسبب السايكولوجيكال ستيت بتاعه. فدايما دايما يقولها لك كده، خبي على العيان بس عرف مين؟ اهله. عرف اهله عشان المتابعه وعشان العلاج وعشان الكلام ده ويهتموا بيه، في نفس الوقت العيان عشان خاطر الايه؟ السايكولوجيكال ستيت بتاعه. في ايه بره طرق؟ فاهم انا؟ اول حاجه نون فيربال. اي ابص اي حاجه تبعد عن اللعبه بس اهم حاجه. اول حاجه بدانا كاس. بدانا كاس. مش كده ايه؟
ديسيجن، بعد كده جاذرنج فورميشن. اتفقنا مع بعض ان جاذرنج فورميشن هو بالنسبه لك يا احمد هيبقى اسهل ايتم فيه باذن الله، اللي هو اثنين اسئله واثنين عشان يجاوب واثنين هو ايه وهو بيجاوب. فالراجل بالله عليكم انا قلت لك مين الايتم يا ايه، حاضر الحصه يا ايه عشان يبقى النفوذ في البيت اقل عشان اجي المره الجايه ناسب. وصار حسين كالعاده ما تجيش يا حسين. انا اللي غلطان يا حسين ماشي عادي يعني. طيب ربنا يستر. اول حاجه يا حسين قلنا مين يا جماعه اللي هو مين نون فيربال؟ قال ايه في النون؟ ما قالش حاجه. انا طلعت لك الكلمه اللي وصلت اللي فيها السكيما واللي فيها العنوان واللي فيها تفسير. يوزنج ابروبريت نون فيربال بيهيفير ديمونستريت النون فيربال بيهيفير زي الفيشال اكسبريشن والاي كونتاكت كده هتزود وديمونستريت الكونفيدنس كده هتزود العلاقه بينكم بالعين ولا لا. ديفلوبنج الرابورت اول كلمه ترجمناها بالعربي ماشي ترجمناها بالعربي هتقبل اراء العيان بس حط ده على كلمه اكسبت حط ده على كلمه سبورت. طب بقول لك ايه دي ليه سنسيتيفلي مع حاجه اسمها امبارزنج توبكس اي مواضيع محرجه زي ما قلت. فاكر لما قلت لك امبارح ايه كيب ايه كيب رايتس صح امينه ولا لا اللي هو اي حاجه العيان محرجه او العيان مش عايز يتكلم فيها اتعامل معاها ايه يا جماعه سنسيتيفلي حط لي ده على كلمه سنسيتيفلي. او اقول لك على سر طلع ثلاث كلمات من العنوان دوت اللي هو كان اسمه ايه ديفلوبينج الرابورت. احنا اصلا عملنا انيشال رابورت قبل كده ازاي بقى اطور العلاقه نفسها. طلع لي ثلاث كلمات دول بالله عليك. اول كلمه بالنسبه لك كلمه اكسبت عايزك تذاكر يا اسلام يبقى اكسبت يا اسلام بالله عليك اكيد اكسبت الفيوز بالراحه يا ابني والفيلينج. بص بص واحده فيربال والثانيه نون فيربال ما تقررش من الاول انك مش تحفظ كلمه فيلينج. خد افهم الكلمه عايزه تقول ايه عشان انا حفظتها. الفيوز دي فيربال والفيلينج نون فيربال من تعبيرات وشه اكسبت اي حاجه في نفس الوقت على طول في سبورت. مجرد ما تكتب كلمه سبورت جنب السهل خلص الموضوع بروفايد سبورت في نفس الوقت اكتب لي كلمه سنسيتيفيتي بس انت لو تعمل ايه الحاجه اللي هتعامل فيها الحساسيه الحاجات المحرجه بالنسبه لي يبقى دي السنسيتيفيتي. وايه يا جماعه في اي مشاكل لله ارجع دكتور على الموضوع على كده على حدود. احنا جاي نتكلم عن مين؟ احنا بنتكلم عن اخر حاجه يعني كلمه موفنج تقول عليها عايز ترجم اي كلمه هتقع معاك بعد كده على مبوندو في المذاكره بالله عليك. وانا بقول الايتم ده يا لا حسين كل ما هناك تضحك الايتم ده يا حسين لا يا حسين انا اقرا انا بس جاوبني يعني فاهم برضه قصيت ما اكتر ما طلعش. اخر حاجه ايه يا جماعه؟ علمني على الايتم الاولاني والاخير بس يا عم. الايتم الاولاني ايه يا جماعه؟ شير سينكينج. يعني ايه كلمه على فكره كلمه شير سينكينج دي عامله زي اكسبت الفيوز والفيلينج. يعني ايه شير سينكينج؟ يعني التفكير بيني وبين العيان لما اقعد اتكلم معاه في حاجه اتقبل اراءه يبقى كان التفكير شيرد بيني وبينه فكده كانك احتويت العيان اللي هو هيقول لك يا دكتور انا بقالي كتير بشرب سجاير ومش عارف اوطي سجاير هنعرف بقى جرادوال وبتاع بتقعد ايه شير ايه سينكي. في نفس الوقت علمنا على الايتم الاخير. على فكره لحد دلوقتي المريض ما يعرفكش اصلا بعد ما قدمت له نفسك الكلام ده ممكن بعد المحادثه دي ما يبلوش الكلام ما يبلش هو الكلام بتاعك. بص بقى الجمله الاخيره اللي بتدل على احترام المريض قال لك ايه؟ قال لك اسك بيرميشن او فيزيكال اكزامينيشن يعني عامل حاجه ينفع اكشف عليك ولا لا؟ فاهم حاجه ولا لا بعد القصه دي كلها؟ يلا كده معايا؟ يبقى هما اتعلمنا خلاص الصوت بالله عليهم. اول ايتم اتكلمنا عليه كان ايتم تافه جدا اسمه نشيت الايه؟ سجن. جذرنج انفورميشن بكام ايتم؟ بسته. طب استنى بيلدنج الصمت بقى لما الدكتور بص بص ضحكنا ضحكنا عشان ما عودش الحصه ان هي تبقى ماشيه مقفوله. ادام ضحكنا ضحكنا خلاص نرجع بقى الدكتور يشرح يبقى كله يلتزم الصمت بالله. دلوقتي لما جينا ماشي ماله تكيفنا معايا؟ ما هو مش اي حاجه رفعت خد يا حبيبي بيلدنج ايه ريليشن شيب اول حاجه ها استنى يا عم اعمل ايه يا حسين اعمل ايه اعمل اي حاجه يا حسين بيلدنج ريليشن شيب احنا قلنا ازاي هنعمل ريليشن شيب بينك وبين العيال. استنى استنى طلعنا منها كام كلمه ثلاثه خلاص بقى الصوت بعد اذنكم بتموتوا كلايصه. اول حاجه قلنا ايه؟ نار فيرتا ايه؟ الناس رقم اتنين بالنسبه لك ديفلوبنج الايه؟ الرابر. قلت لك كلمه ديفلوبنج الرابر تهتوه فيها هتكتب فيها كام حاجه؟ ثلاثه. اول حاجه ان انا ايه يا جماعه؟ هكسبت يبقى اكسبت البيشنت كله يعيد معايا بالله فيوز وايه؟ فيلينج. رقم اتنين انا بروفايد سبورت. رقم ثلاثه
هي دي اصول الزبده على ما تيجي تتعامل مع الكونسلنج بالذات لمجرد يا عم حسين انك بتراعي ربنا مش بغض النظر بقى ايه الحاجه دي تيجي بتتحونش كتير يحيى في ناس لو الورقتين دول واقعين منهم وربنا ما يعرف يكملوا برانش طبيعي ان انت لو في حاجه بايظه منك في المذاكره مش هتلاقي نفسك مش هتسبت ان انت تخش في اي حاجه ثانيه فبالله عليك نص يعني ايه انفولف البيشن يعني كلمتين شير ايه سينكينج شير ايه سينكينج وبعد كده اخر حاجه بالنسبه لك يا جماعه اسك بيرميشن وبيزيكال معايا ساره ولا لا وبيزيكال ايه تمام بقول لك صحيح سيب بقى المذاكره ثانيه يا اسراء صمت بقى يا اسراء بالله عليك نقعد ضحك شويه نص ساعه بس هنخلص بصوا بقى كده معايا اكسبلانيشن وبلان جه دور مين اللي اتكلم سالم سالم جه دور مين اللي اتكلم الدكتور اللي بيعمل اكسبلانيشن ويا ساره وبلان خلي بالكوا في حاجه ايه بقى ان الايتم اللي جاي دوت الدكتور قال عليه اطول ايه ايتم خلي بالك هو اربعه اول حاجه بسم الله الرحمن الرحيم ان انا ادي للعيان المعلومه بتاعته الانفورميشن طب هسالك سؤال الاهم بالنسبه لك الاماونت ولا التايب الاثنين اقرا كده قال لك ايه بروفايد ذا كوريكت اماونت اند تايب اكتب انا عبد الله ادي له المعلومه اكتب بس على الايتم كله وكان الايتم محمد عبده انسى بقى الايتمز اللي قبل كده يا محمد كانوا كام ايتم يا ابني قول معايا بسرعه اول حاجه نشيت الايه السيجن جازرنج انفورميشن بيلدينج الدكتور حتى قال لك البيلدينج ريليشن شيب ده ممكن يكون اصعب ايتم هيرخم عليه اكسبلانيشن وبلان اخر ايتم بالله والله اخر ايتم انت اصلا هتلاقيني في الورقه الثانيه دي كانوا اديها لك بعد ما اخلص الاكسبلانيشن والبلان فعايز بقى تركيز بالله عليك بقول لك اسمع ولا بندق اول كلمه ادي له المعلومه وانت بتذاكر يا اسلام بالعقل كده الدكتور قال لك الايتم ده طويل شويه بص يا اسلام مش مهم ان انا اشرحه بس الاهم من ده كله انك تروح البيت تفتكر مش انا باجي اعمل لك سكيمات يا اسلام ليه بقى اعمل لك سكيمات لمجرد ان انت بعد فضل ربنا لما تروح البيت بص الكلمه دي ايدنج ريكول اند اندرستاندينج حد فاهم حاجه ولا لا يعني انت مثلا هو هيقولها لك كمان شويه يا كريم انت شرحت للعيال وقلت له يعمل ايه وياخد علاج ايه واكل ايه وادويه ايه تيجي في اخر اليوم في اخر الجلسه تروح قايل له عم الحاج بالنسبه للعلاج بتاخد علاج 3 مرات في اليوم بالنسبه للاكل هتبعد عن كذا وتعمل كانك بتلم له الداتا في 1 2 3 كانك بتعمل له سكيمه عشان ايدنج ايه؟ ايدنج ريكول اند اندر ستاندنج بقى في عندي 2 شيرد يبقى الايتم ده هو ده اللي انا بقول عليه ولا عبده مش الايتم ده هتكتبه فرقه لوحده كل ايتم كده طلع لي الايتمز بتاعته الاول والسكيما وشوف هتفتكر ازاي اول حاجه كتبنا عليها اديله الايه؟ المعلومه اماونت ولا تايب بقى الجمله بتقول ايه؟ بروفايد كوريكت اماونت اند مين؟ انفورميشن اكتب له على الايتم الثاني ازاي يفتكرها يبقى مش اللعبه كلها ان اثنين ايتم اللي هو نديله المعلومه لا وازاي ايه يفتكرها بص بص واثنين شيرد شريف بيه اول حاجه شيرد اندرستاندينج مين البرنسبال اللي يقول لي فين الشيرد الثانيه شيرد اندرستاندينج يعني المعلومه اللي انا بقولها له شيرد بيني وبينه زي ما لسه قايلها من شويه بص بقى في ايتم اخير مكتوب عليه بلانينج لا 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 الكلمه دي انا مش عايزها انا عايز الكلمه اللي جنبها وكان الايتم ده ايه بقى هو الايتم الكبير يعني محطوط دايره عليه كانه متغمق فاهمين حاجه ولا لا بقى في كام شيرد يا شروق 2 شيرد ايه اندرستاندينج وشيرد ايه يا جماعه ديسيجن ميكنج محمد عبد نشيت السيجن عبيط جازرنج انفورميشن 6 ايتم هنا اساله عشان يجاوب وهو بيجاوب بالنسبه للريليشن شيب بكام ايتم 3 نم فيربال ديفولوينج الرابورت والبوم البيش والله العظيم الايتمز دي كلها سهله باذن ربنا بس عايز صح صح تيجي لما قلبت الورقه اكتب لي في الحته الفاضيه اللي جنبه لما قلبت الورقه عباره عن ايه اديله المعلومه اكتبها كده يا حسين ولا عسكر الدكتور قبل حتى ما اشرح لك بيحاول يلمك اللعبه كلها في كام ايتم صغنن اديله المعلومه وازاي يفتكرها واثنين شير تعلمها كده واحد يقول لي هاتوه في شيرد لا ده انا هحفظهم لك زي اسمك واحده منهم المحادثه لسه مستمره اكيد شيرد ايه اندر ستاندنج واحده منهم ما قبل النهايه ده ما قربت من النهايه يبقى شيرد ايه ده بالعكس ده شرح كله فيهم معتمد على الكلمتين دول فعمرك ما هتنساهم يا يعني باذن ربنا هتكتبهم بالترتيب اول حاجه استنى 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 اديله الايه حد فاهم حاجه ولا لا استنى 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 اديله الايه المعلومه هي المعلومه بالنسبه لك الماونت ولا الطاير هسألك سؤال وانت بتديله المعلومه واحد يقول لي ليه يا دكتور هو كاتبها لي في 3 ايتم طب ما اديله المعلومه وخلاص عايز اسالكوا سؤال فاكر لما قلت لك العيال لما بيخش عليك العياده او المستشفى بيبقى في شكوى رئيسيه اسمها بيشنت نيد فاكر لما جيت قلت لك المره اللي فاتت كونسيدر نيد يعني العيان داخل يقول لك بص هو عنده هارت ديزيز اكتر حاجه بتتعبه وهو راجع من الشغل بيطلع بيته مثلا في الدور السادس 3 ساعات بسبب الديزني اللي عنده لازم اول ما اجي اقول له لاحظ ان انت بتتكلم في المعلومه اللي انت هتديها للعيان راح رد عليه قال لك ايه؟ أول معلومة تقولها له بسم الله الرحمن الرحيم المعلومة الأساسية، أه ولا لأ؟ يعني أول نصيحة هنصحه بيها يا سارة أو أول انفورميشن هقولها له اللي هي هتداوي له النيد بتاعه أو هتداوي له السؤال بتاعه اللي هو كان جاي يشتكي منه أصلاً اللي هو أكتر حاجة بتتعبه كرشة النفس بتقومه من النوم كل يوم. الديزني يبقى أول حاجة بص يا عم الحاج بالنسبة للديزني اللي أنت قلت لي عليها اللي هي النهجان دي والكلام ده إحنا في علاج كتبناه العلاج دوت هيظبط لك الموضوع ده جامد عارف نفسياً؟ لا بعد كده هو إيه؟ هيتقبل منك أي حاجة عشان كده فصل لك الأيتم دوت في 3 كلمات اول كلمه قال لك كونسيدر يعني كلمه كونسيدر خلاص بقى المعلومات بقى بالنسبه لك سهله يعني حط في اعتباراتي بص الكلمه دي بيشنت ستارتنج بوينت
وهو لما قالوا كلمه ستارتنج بوينت عن نقطه البدايه يعني اول حاجه العين اشتكى منها. انا كتبت عليها بالعربي معلومه ايه؟ ما ترد عليا معلومه ايه؟ راح مسميها هو اصلا كانه عارف الاسكيما، راح قايل لك بريور جاي من بريورتي. بريور ايه؟ نولج. يعني ايه كلمه بريور نولج؟ المعلومه الايه؟ الاساسيه. يبقى كونسيدر، بص يا اسلام اللي بيفهم بيريح، بص يا اسلام في كلمتين في غايه الاهميه، كلمه ستارتنج بوينت وكلمه بريور نولج، فاضل ايه؟ كونسيدر. يلا على كده، يبقى كونسيدر البيشنت ستارتنج بوينت او بريور ايه؟ نولج. الدكتور هيقول لك عليها معلومات ايه؟ معلومه ايه؟ ازاي يعني يا عم الحاج؟ بالنسبه للهجان اللي بيقومك كل يوم من النوم، احنا كتبنا دواء معين وهنبعد عن كذا، هتلاقي الدنيا تتظبط. في حاجه ثانيه يا عم الحاج تعبك، اشرب الجمله الثانيه اكتب عليها معلومات اخرى. ايه الهبل ده يا احمد؟ ورب الكعبه كلام تافه جدا، ما يجيش زي البيلدنج ريليشن شيب اصلا. قال لك اسك بيشنت وات اذر انفورميشن هي نيد، كانه الدكتور فصل لك كلمه انفورميشن في كام ايتم يا سلام. اثنين، مين اللي له الاولويه يا سلام؟ الستارتنج بوينت، لانك لو ما اتكلمتش فيها وربنا ما هيسمع لك او هيطلع من من العياده ديساتسفايد. فاهمين حاجه ولا لا؟ رقم اثنين اسك بيشن، اكتب عليها ايه؟ وات ايه؟ اللي هي معلومات اخرى. وات اذر انفورميشن هي ايه؟ اثنين، اكتب على الجمله الثالثه التفسير. افرض وانت بتقول له انفورميشن معينه راح عامل لك ازاي؟ اللي هو كده يعني رياكشن، اللي هو مش فاهم. تقول له والله يعني قصدي يا عم الحاج بالنسبه للعلاج هتعمل كذا وكذا، بالنسبه للاكل هتعمل كذا وكذا. جيف اكسبلانيشن ات ابروبريت تايم. يعني انا ببص على وش خليفه الاقيه مش فاهم حاجه، المفروض ادي اكسبلانيشن للايتم اللي انا بشرحه. في اي مشاكل بالله، اتمنى ان الله الدنيا تكون مظبوطه. وبعدين انت بتذاكر كاونسلنج لله. رجع دكتور عم احمد قال لك ايه؟ اول حاجه اتكلمنا عن مين؟ انشيل سيبك منها، جازرنج سيبك منها، نون فيربال. مين اللي فاكر بيلدنج ريليشن شيب؟ ثلاث عناوين بتاعتهم، نون فيربال ديفلوبنج، الرابع انفولفنج عن طريق انفولفنج انفولفنج شيل ثينكينج واصل بيرميشن اوف فيزيكال اكزامينيشن. اللي يلاقي نفسه تايه عيدها تاني بسرعه. اسكنج بيرميشن اوف فيزيكال اكزامينيشن. يا عم يحيى نموت الهيصه بس. فين المعلومه؟ بروفايد ايه؟ اوعى تنسى الايتم اللي عليه الدرجه. كوريكت اماونت ايه؟ طيب اللي هو كونسيدر البيشنت ستارتنج ايه؟ بوينت. وات اذر انفورميشن هي ايه؟ Ask a patient what other information he needs. معلومات اخرى. ثم جيب اكسبلانيشن هذا هو الريت تايم. بالله عليك يا عبد، بالله عليك، لما انا اكون عايزك تفتكر المعلومه في البيت، انا بعد ما بشرح لك سؤال 10 ايتم باجي اعمل لك ايه؟ سكيما. كلمه سكيما دي هحطها لك في الكاتيجوريز. كاتيجوريز يعني ايه؟ يعني لما اجي اقول لك مثلا اثنين منهم بيخصوا وزاره الصحه، اثنين بيخصوا الهيلث سيرفيس، مره ثالث سبعه بيخصوا السيمبتومز. كانك عملت كاتيجوري، كانك عملت اورجنايزيشن، تنظيم للمعلومه. لما اللانجوج بتاعتي مع العيان المفروض تبقى ايزلي اندرستود ولا لا؟ يعني انا ما اجيش اكلمه انجلش مثلا واقول له كل شويه اقول له جوندس. عارف احسن حاجه تلزق في دماغ العيان ايه؟ الصوره. يعني هو الراجل عنده بالهرسي، لو قلت له شكل واحد بيرجع دم وكبد متليق كوابيس بعد كده في الصوره دي، هيحس نفسه هو نفس البني ادم اللي كان موجود فين؟ في الصوره. هيبقى ريكول ولا مش ريكول؟ استهدى بالله بس قول لا اله الا الله. كلمه بروفايد كوريكت اماونت اند تايب عملناها في كام ايه؟ معلومه ايه؟ اساسيه. معلومات ايه؟ اخرى. ثم التفسير اللي هو جيب اكسبلانيشن اوف بروفايد تايم. اقرا الورق، اقلب الورق بقى تلاقي مكتوب لك ايه؟ ايه دي؟ الناس اللي بتفتكر بتحل مشاكلها الشخصيه في الاوضه. ماله التكييف؟ مين اللي فتح التكييف؟ وسع وسع. بالله عليك زي اسمك كده بصراحه. في كلمتين اكتب عليهم انظم المعلومه. عارف يعني ايه يا محمد عبد؟ وكلمه انظم الناس اللي قاعده ورا. يعني ايه انظم الناس اللي ورا؟ المعلومه توصل لهم متاخر. انظم المعلومه يعني ايه؟ يعني كلمتين. اول حاجه استنى المعلومه اللي انت بتقولها مش سميناها انفورميشن، لها معنى ثاني. اكسبلانيشن مش الخطوه قالها اسمها، كان اسمها اكسبلانيشن اند ايه؟ بلاننج. عارف البلاننج ده يقصد ايه؟ الشير اللي هو شير ديزيجن ميكنج، اللي هو هنعمل ايه قدام. المهم سيبك منها دلوقتي، المهم خلينا دلوقتي في الاكسبلانيشن. راح جاي قال لك ايه؟ اول حاجه ان انا اديك المعلومه، ثاني حاجه ان ازاي تفتكرها. طب ما انا ازاي تفتكرها؟ ان انا انظم المعلومه ولا لا؟ عارف يعني انظم؟ يعني احط لها صوره اسكيمات. راح مديك لفظين نفس المعنى، خد مع بعض واكتب معلومه. نظم المعلومه اورجنايز.
بدل كلمه انفورميشن عادي قالها ايه اكسبلانيشن اللي هو الشرح بتاعي. يعني انا بعد بص بعد ما شرحت العيال تبص على الحاج نعم احنا لخصنا كلامنا كله كده ثلاث حاجات بالنسبه للادويه اللي الدواء اللي هتاخده تعمل كذا وكذا وكذا، بالنسبه للاكل تعمل كذا وكذا، بالنسبه ان في انفستيجيشن اطلبها منك يا ريت الاستشاره الجايه تجيبها وتجيب الانفستيجيشن معاك. فاهمين حاجه ولا لا؟ رجع الدكتور قال لك ايه هي نفس المعنى، يا اما استخدم كاتيجوري غير كده يوز ايه كاتيجورايزيشن اللي هو كاتيجوريز، يا اما اورجانيز الاكسبلانيشن اكتب عليهم هما الاثنين انظم المعلومه كاني بقى هثبت لك المعلومه في صوره دواء صوره مثلا تحليل حاجه ولا لا صوره انفستيجيشن هتتعمل. يبقى يوزنج ايه يا جماعه؟ عيد معايا بالله عليك كاتيجورايزيشن او اورجانيز الاكسبلانيشن. عايز اسالكوا سؤال، اكتب لي على الجمله اللي بعدها الكلام يقصد بايه الكلام؟ اوعى تنسى معنى الايتم ان انا عايزك تفتكر او تفهم، يبقى ايزلي اندرستود لانجوج بعد كده الصور اكتب على الصور بس يا عم. صور قال لك يا احمد؟ قال لك فيجوال ميثود فور كونديوزنج المسج. حد فاهم حاجه ولا لا؟ عشان اوصل لك المسج لازم استعمل صور معاك عشان توضيح المعلومه. دايما لما الحاجه بتشوفها بشكل كده باور بوينت ولا بتاع بتستقبلها اكتر من حته الكلام او السمع او كده. اخر حاجه اكتب لي عليها كلمه تشيك، افتكرتها افتكرتها ان شاء الله هتفتكرها. تشيك بيشنت ايه؟ اندرستاند. لقيت الواد ماسك فيس قلب منك قال اغنيمي، قول له ايه احنا قلنا ايه بالنسبه للاكل؟ قال لك والله دكتور نسيت. يبقى تشيك بيشنت اندرستاندنج، لان كل ما تشيك هترجع تقول له المعلومه ثاني هيروح يفتكرها. فاهم عايز يقول ايه ولا لا؟ يبقى اول حاجه اديته المعلومه ماسك فيس، اديته المعلومه اسمها ايه؟ انا ماشي بعدين ها؟ يبقى بروفايل كوريكت يا حسين، ما قلت مين؟ وطيب بعد كده ها اللي انا ساعده ان هو يفتكرها اسمها ايدنج ايه؟ ريكورد. ازاي نفتكر المعلومه؟ عن طريق اثنين منهم بيخصوا مين؟ انظم المعلومه. قلنا ايه في انظم المعلومه؟ اورجنايز الاكسبلانيشن وهي يا جماعه تولز كاتيجورايزيشن، وبعد كده ها الكلام يبقى ايزلي اندرستود لانجوج. عيد مع نفسك كده بالله عليك. بعد كده ها يا امل ها اللي هو فيجوال ميثود فور كونديوزنج ليه المسج، واخر حاجه يا مان تشيك بيشنت ايه اندرستاندنج. فاضل اتنين شير في الفرنس بقى اللي ركز معايا. شد الاولانيه اللي رخمه شويه، شد ايه؟ جيم اندرستاندنج. عايز اسالك سؤال، انسى بس الاثنين وقت الاولاني ان انا اديته المعلومه ازاي بتتكسر. شد اندرستاندنج كده المحادثه مستمره ولا لا؟ اكتب عليها بس المحادثه مستمره. محمد تيه انا فاهمهم لك. مين الاكبر يا محمد؟ باين الايتم الاخير اللي انا هسميها لطفي. شد ايه؟ اتفه واحد فيهم اقسم بالله. مع انه ست ايتم هنرتبهم دلوقتي. بصوا اكتب لي عليه بس ما قبل النهايه. ليه يا حازم؟ عشان عايز الواد حازم يفتكر يا كريم. احنا ادينا له المعلومه سميناها كوريكت ماوند اند مي. طيب خلاص يا كريم الموضوع خلص. كوريكت ماوند وايه؟ وطيب بص الحركه دي راح جاي الرقم اثنين، رقم اثنين ان انا ازاي افتكرها سميناها ايدنج ايه؟ ريكول. رقم ثلاثه بقى فيه اثنين شير، شير دي اندرستاندنج وشير دي ايه؟ ديسيجن ميكنج. مين اللي ما قبل النهايه؟ ديسيجن ميكنج، لان خلاص الموضوع قرب يخلص صح ولا لا؟ لكن شير دي اندرستاندنج بقول لك ايه؟ هو شير دي من مين ومين؟ فكر على اول واحده الدكتور. بين المريض والعيان؟ ماشي ماشي صغير صغير مش مركزه في اللي بيتقال مش مشكله يلا على حاجه. المصيبه اللي بيبقى فيه اجماع انت ما تهمكش المعلومه تقول غلط. يا ولد اقول مع الناس يا ولد صح. بقول لك ايه؟ اكتب لي عليها الدكتور. الدكتور قال ايه؟ بص يا جماعه عايز توصل المعلومه للعيان صح على عدل؟ دايما المعلومه اللي انت بتقولها اربطها باحداث العيان، فاهم حاجه؟ يعني انا مثلا بشرح له الكومبليكيشن بتاعه الهرسه، قلت له بص هي ما تمسك، رحت قلت له فاكر المره اللي انت رجعت فيها دم؟ ما دي كده معناها دوالي مريء حصلت في الجسم هي اللي خلتك ترجع دم. ده حاجه من مضاعفات اللي الهرسه ممكن تعملها، انت فاهم حاجه؟ اول كلمه قالها للدكتور لاحظ ان الانسان سلم، انا قلت المحادثه لسه ايه؟ مستمر. معنى المحادثه لسه مستمره، يعني في حاجه على الدكتور وحاجه على المريض وحاجه اثناء المريض وهو بيتكلم، نفس اللعبه اللي احنا ماشيين بيها بالراحه بس كده معايا عشان ما تتوهش مني. رد عليه الدكتور قال لك ايه؟ اكتب على اول ايتم الدكتور ريليت. بالله عليكم تركز قوي، هو اللي شرح اللي الدكتور بيقوله اسمه ايه؟ اكسبلانيشن. يعني انا دلوقتي بشرح لك حاجه ربطتها على مثال كده في الشارع، مثال بيقابلك كل يوم، المعلومه هتثبت معاك اكتر. ريليت الاكسبلانيشن تو بيشنت ايه؟ النس. اسيبه يرد ولا لا؟ اه طبعا، اللي هو زي اللي لسه قايل لك من شويه انكارج هيم تو مين تو توك او اكسبت الفيوز، نفس المعنى صح ولا لا؟ اكتب على الجمله الثانيه المريض بالله عليك صحصح، لان ده يعتبر اصعب ايتم في الاربعه اللي هي ايه بقى؟ انكارج هيم تو مين تو كونتربيوت. طب اكتب على الجملتين الثانيين وهو بيتكلم لاحظ ان هو شيرد نفس المعاني اللي قلتها قبل كده، قول صح ولا غلط؟ بالراحه يا ايه مش قلنا انكارج هيم تو توك؟ قبل كده قلناها مليون مره، قلنا اكسبت ولا ما قلناش؟ اكسبت الفيوز وليه؟ والفيلينج قلناها في انهي ايتم؟ اكسبت الفيوز والفيلينج قلناها في انهي ايتم؟
في ديفلوبنج ليه؟ ديفلوبنج الرابر، ديفلوبنج الرابر، ديفلوبنج الرابر، في ديفلوبنج الرابر كان ايه؟ كان اكسبت الفيوز والفيلينج، كان بروفايد سبورت وكان ديل سنسيتيفيتي، صح ولا لا؟ بالراحه بس، بيقول لك دلوقتي شيرد اندرستاندنج معناها بصوا لي هنا بالله عليكم عشان خلاص الموضوع خلص، شيرد ايه؟ ولا كانك قلت اي حاجه يا دكتور، انيشيت الاول سيجن ارميه جازرنج انفورميشن كام اي سيف ماشي بيلدينج ريليشن شيب عشان كده عمر بقول لك لما تروح تذاكر سيب كل ايتم فايل عشان تشوف ايه اللي بيقع منه البيلدينج ريليشن شيب بثلاث كلمات النون فيربال سهل ديفلوبنج الرابر اكسبت وسبورت وسنسيتيفلي مره واتنين تلاته الدنيا خلص عارف انفولف البيشنت دي عمرك ما هتنساها ليه؟ ليه؟ جايين كمان شويه انفولف وشير انفولف البيشنت وشير سينكينج هي اصلا عنوان كان انفولفنج ليه؟ البيج عن طريق ان انا شير ايه؟ سينكينج يعني مشاركه في التفكير بيني وبينه ما انا عمال اقول شيرد شيرد اهو كل شويه ثم اخر حاجه اسك ايه؟ بيرميشن اوف فيزيكال اكزامينيشن بالراحه بس معايا ادينا له المعلومه سميتها بروفايل كوريكت ماونت ولا طايب؟ ماونت وايه؟ طايب اوف انفورميشن بعد كده ساعدته انه يفتكرها اسمها ايدنج ايه؟ يا عم حسين الحاجات التافهه حاجه كروتها بس الحاجات دي تتنسي ايدنج ريكول فاضل اتنين شيرد يا حسين شيرد ايه الاول؟ اندرستاندنج مين اللي بيتكلم؟ الدكتور مع مين؟ مع العيان لانها شيرد يبقى شيرد بين الدكتور والعيان وبعدين وهو بيتكلم الدكتور احلى حاجه انك تربط الاكسبلانيشن بتاعك بالبيشنت النس عيد اللفظ كده ريليت الاكسبلانيشن والبيشنت ايه؟ النس اسيبه يقول رايه ولا لا؟ يبقى انكارج هيم تو مين؟ كونتربيوت وهو بيتكلم بيك نفس المعنى فيربا ونون فيربا انت بتكلمه بالصوت بتقول له عم الحاج لازم تبعد عن الدهون شويه او مسبكات قال لك لا يا دكتور مش هقدر والله سلام بحب لك مثلا فاهم لا 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 هتقدر نفضت هي نفس المعنى ان انت سبت كده يبقى انت لازم هو بيتكلم بيك الفيربال فيربال الكلام اللي يقوله بلسانه طب افرض نون فيربال زي ايه؟ لقيته وانت بتقول له ابعد عن المسبكات والكلام ده راح عامل لك كده اللي هو راجل بيحب الاكل فعارف انه مش هيعرف يعمل حاجه يبعد عن حاجه زي دي فانت ما تتجاهلش النون فيربال بتاعه انت فاهم هو عايز يقول لك ايه ولا لا يبقى بيك الفيربال والنون ايه؟ اللي هي فكت في المعنى اللي جاي كونسيدر البيشنت رياكشنز وفيلينج وكان النون فيربال تاخد منه سهمين في كلمه رياكشنز وفيلينج تاني رياكشنز وايه وفيلينج هو اسمه شيرنج شيرنج شيرد ايه الاول شيرد ايه العنوان نفسه احنا بروفايد كوريكت اماونت وايه وطيب يلا عشان انا خلصت كده الكاونت بروفايد كوريكت اماونت وايه وطيب بعد كده ازاي افتكرها سميتها ايدنج ريكول اند اندر ايه اندر ثاني استنى ساعدته ازاي ان هو يفتكر نظمت المعلومه قلت ايه فيها اورجانيز الاكسبلانيشن يا اما يوزنج ايه كاتيجورايزيشن رقم 2 الكلام ايزلي اندرستود لانجويج الصور قال يا محمد قال لك فيجوال ميثود فور كونفيوزنج المسج البرنس اللي هيعرف يحفظ الدرس ده يبقى غبي اللي قاعد قدامي دلوقتي ومش مركز وما بيحاولش يعيد معايا انه طلع بره اللعب واحد يقول لي ايه يعني الكاونسلنج ما هو بيجيش ما تجيب ما تذاكروش انا بقولها بحق ربنا عشان عامل ضميري بعد كده اللي عايز يركز يركز على فكره ورقتين زي دول لو عين منك وربنا ما تعرفش تكمل البرانش فاكرهم بس عشان تعرف تتعلم تذاكر رجع دكتور بعد كده راح مكلمك عن مين؟ راح مكلمك عن الشير كم شير ده عندك؟ واحد شير ده ايه الاول؟ يلا نخلص من الدايره دي بالله عليكم يعني ايه شير ده اندرستاندنج؟ يعني محادثه لسه مستمره بين مين ومين؟ الدكتور بيعمل ايه؟ بيريليت بيربط الاكسبلانيشن بالبيشنت ده ضعفه النس جه بعد كده راح قايل لك ايه ها؟ قال ايه اخر حاجه بالنسبه لك اللي هو ايه يا جماعه؟ المريض المريض يبقى انكارج هيم تو مين؟ كونتربيوت وهو بيتكلم عمل ايه؟ بيك الفيربال والنون فيربال وجه بعد كده راح عامل لي ايه ها؟ اخر حاجه بالنسبه لك اللي هو ايه يا جماعه؟ كونسيدر الرياكشنز والايه؟ والفيلينج شير ذا ميتنج عن الموضوع ما قبل الايه؟ النهايه اول اثنين اكتب عنهم كما سبق خلص الكلام انفولف البيشنت وشير سينك عادي عادي عيد الفاظ مالهاش ريحه اللازمه انفولف البيشنت وشير ايه؟ سينكينج عشان وعدتك ان الرايتنج ده هيبقى سهل هو ما قبل الايه؟ النهايه اكتب على الاثنين دول واحد واثنين اللي هو اللي هما كما سبق اللي هما ايه؟ انفولف البي لسه واخدينهم ولا لا؟ الرايتنج الاخير بتاع بيلدنج ريليشن شيب انفولفنج البيشنت وشير مش انت ما قبل النهايه؟ طب ايه رقم ثلاثه على كلمه اوفر التشويس؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ استنى استنى انت مش مقابل النهايه؟ يعني المحطه قربت ايه؟ تخلص بتيجي امنيه في الاخر تقول بص يا عم الحاج احنا باذن الله قدامنا يا اما نعمل انفستيجيشن ثانيه وناخد ادويه يا اما نعمل مثلا جراحه يا اما راديو يا اما كيمو يبقى انت بتديله التشويس لان المحادثه كده كده قربت ايه؟ تخلص اسيبه يقول رايه ولا لا؟ خلي دي رقم اربعه انكارج هيم تو كونتريبيوت اشطب على كلمه الصوت في الاخر خليك انكارج هيم تو كونتريبيوت زي ما انت ماشي لسه واخدين كلمه انكارج هيم تو كونتريبيوت دي في شيرد ايه؟ شيرد اندرستاندنج يعني حاجه ولا لا؟ يبقى انكارج هيم تو مين؟ كونتريبيوت بقول لك صحيح اخر حاجه انت خلصت احنا ليه كتبنا عليها ما قبل النهايه؟ مش هو دلوقتي في الاخر قال لك ايه؟ لا يا دكتور احنا ان شاء الله نخش نعمل عمليه وعلى الله تسهيل مثلا طيب انا معنى كده ان هو احنا خلاص تشيك في اكسبت البلان مش احنا قلنا ما قبل النهايه؟ شفت الجمله الاخيره اللي مكتوبه عليها تشيك في اكسبت البلان؟ اشطب على بقيه الجمله اكتب على الجمله دي رقم خمسه
ثم نيجوشيت الاكسبتابل بلان. يعني ايه نيجوشيت الاكسبتابل بلان يا احمد؟ اللي هو تسجل البلان اللي انتوا اتفقتوا عليها. استنى استنى، واحد يقول لك انا احفظهم ازاي دول يا دكتور؟ بالله عليك تركز كده، احنا قلنا ادينا له المعلومه الاول اللي هي خريطه الماونت ويف. طيب صح ولا انا غلطان؟ بعد كده ازاي يفتكرها؟ سميتها ايدنج ايه؟ ايدنج الاولى او اندر ايه؟ اندر ايه اتنين انظف فيهم الايه؟ المعلومه، وبعدين كلام، وبعدين صور، وبعدين تشيك تشيك بيشنت ايه؟ اندر السن. بالله عليكم عشان الدنيا تبقى مظبوطه، في كام شيرد بالله عليك؟ اثنين شيرد منهم والمحادثه لسه مستمره. اول واحده شيرد ايه؟ اندر السن، معناها الدكتور والعيان وهو بيتكلم. ادي وهو بيتكلم كده يا احمد، العيان في الكارت جيم تو تو. احمد يا احمد يا احمد ابص ايه؟ ما هو عشان كده المعلومه بص لي بص لي. يعني انت وانت بتسمع مني تيجي على المعلومه تحسك ايه؟ مؤمن. حلو، يبقى انا اعمل ايه؟ لما اجي اعيدها اعيدها معاك، لكن لما ابص عليك ولازم تتكلم مع اللي جنبك يبقى انت كده المعلومه دي باظت. يبقى ما يبقى وانت قاعد في الحصه ما تدينيش اي رياكشن انك مش فاهم. يعني انا ممكن اشوف حسين دلوقتي بان على زي ما بقول لكم، مش بقول لكم ان انا ماشي مع الكلام، بس ده حق ربنا. انا بشوف مثلا على وشه ان هو مش فاهم، بعمل ايه؟ بعيدها في المعلومه. قدرتك ولا ما قدرتلكش؟ قدرتك. لما ابص بقى لك بتتكلم مع اللي جنبك. يبقى جاي بعد كده راح الدكتور قال لك ايه؟ في اثنين شيرد، قلنا اول واحده اسمها شيرد ايه؟ اندر ستاندنج. اندر ستاندنج معناها المحادثه ايه؟ مستمره، عباره عن دكتور ومريض وهو بيتكلم. دي انكارج هيم تو توك اللي هتتعاد تاني بس او تو كونتريبيوت. بس الثانيه كانت في ان انت اوفر للتشويس. ليه بقى اللي خليك تفتكر؟ بصوا لي، هي مش شيرد ديسيجن ميكنج، معناها المحادثه قربت ايه؟ تنتهي. عشان كده كتبنا ما قبل ايه؟ النهايه. والعب ايه؟ وانت بتذاكر هتفتكر ان هما اثنين كما سبق. مين هما؟ اللي هي انفولف البيشنت وشير ايه؟ بص لي، عارف كلمة ما قبل النهاية يا محمد؟ والله لو هفكرك بالكلمتين دول. بص، إن أنت أوفر للتشويس بقى. ليه؟ خلاص المحادثة قربت تخلص، وأكيد أدام أوفر يبقى إنكارج هيم تو إيه؟ كونتريبيوت. قال لك يا دكتور هنعمل جراحة، كأن دي الأكسبتابل بلان اللي اتفقنا عليها. هتروح أنت قايل له خلاص يعني هنعمل جراحة يا عم الحاج؟ هيقول لك أه، خلاص الشهر الجاي مثلا يوم كذا. يبقى إيه يا جماعة؟ اتشيك الأول وبعد كده نيجوشيت. وقلنا كلمة نيجوشيت يعني أسجل البلان اللي إحنا اتفقنا عليهم. اكتب على الاثنين أيتم دول أكسبتابل بلان، وكان اثنين ايتم تبع للتشويس، لان المحادثه قربت ايه؟ تنتهي. حد فيهم حاجه ولا لا؟ يبقى اثنين ايتم تبع الايه؟ كما سبق. مين هم اللي كما سبق؟ انفولف البيشنت واشير ايه؟ سينكينج. وبعد كده اثنين يا بوند اوفر ايه؟ التشويس وانكارج هيم تو مين؟ كونتريبيوت. وصلت للاثنين بتوع الاكسبتبل بلان، لان المحادثه قربت تخلص. يبقى تشيك اف هي اكسبتبل بلان اند نيجوشيت الاكسبتبل بلان. حد فاهم حاجه ولا لا؟ اخر حاجه كلوزنج ليه؟ سيجن. هم عنوانين، واحد فورورد ايه؟ بلاني. بقول لك يا جهاز، الفورورد بلاني بس علمها على كلمتين مش جملتين. اول حاجه نكس ستيب، يعني انت وانت قاعد مع العيال، العيال بيجي يقول لك يا دكتور اعمل ايه بعد كده؟ تقول له هنعمل كذا، تيجي استشاره يوم كذا. يبقى دي بقول لك يا محمد ما تكتبهمش في جمل، يعني بلاش كونتراكت ويز بيشنت نكس ستيب، يعني اتفق مع العيال على الخطوه الجايه هي نكس ستيب وخلاص. انت حطها بقى في اي جمله. بص ايدنتيفاي نكس ستيب وخلصت الجمله. حد فاهم حاجه ولا لا؟ ايه؟ بس ايوه، بس المره الجايه حتى لو كلام، المره الجايه تيجي انت مثلا الاستشاره ميعادها امتى؟ نكست ستيب. رقم اثنين قال لك ايه؟ قال لك اللي هو اللهم صل على سيدنا محمد اللي هو البوسيبل انكسبكتد اوت كام. انت مثلا عارف ان العلاج الفلاني اللي هياخده، العلاج ده ممكن هيعمل شويه سايد افكتس. عارف لما تكون فاهم العيان يبقى اريح بكتير، حتى لو سايد افكتس خفيف او رخمه. فاهم حاجه ولا عارف؟ لو هو مش عارف مجرد بس يجي له شويه فوميتنج من العلاج يقول لك الله ده انا قريت النشره الداخليه واللي مليانه سايد. فاهمين حاجه ولا لا؟ يبقى كده ان انا بعرف العيان البوسيبل انكسبكتد اوت كام. ده كله تحت عنوان اسمه فورورد ايه؟ بلاقوه مروحه. يبقى هنا بيقول لك اقرا كده يوزنج ابروبريت نون مش مهم. حد فاهم حاجه؟ ابروبريت بوينت ايه؟ اوف كلوجر. يعني انا قبل ما اخلص الحصه المفروض سامنج اب او سمرايز زي ما قلنا. يعني ايه سمرايز؟ خلاص الايه الدرس كله. اخر حاجه بالنسبه لك ايه يا جماعه؟ تشيك ويز بيشنت فيز ايه؟ ساتسفايد اند كمفورتبل ويز مين؟ دكتوره امان اللي كانت حاطه الدرس دوت بتزل لك بقى في الاخر، قالت لك احنا ممكن نجمع للسبس حسين. هي بتقول لك حسين في المعلومه دي، ان احنا ممكن نجمع للسبس في كلمه ايه؟ جزر. يعني المشكله بقى ان كلمه جزر دي جت في الامتحان مره. جابها جي نقط، اي نقط، تي نقط، اتش نقط، اي نقط، الفكره بقى تنقلها بالجي ولا من غيرها؟ بص يا حسين، اول حاجه قال لك ايه؟ بص يا حسين، كانه لم السيلز يعني بتاعت الكاونسلنج دي ب 5%. انا مش هشرحهم لانك انت راجل برنس وهتلاقي نفسك انديكيتور للحصه كلها. يعني بص لي كده، اول حاجه جريت البيشنت برنس كانها ايه؟ كانها نيش الرابع. اسك البيشنت اباوت النيد كانها ايدنتيفاي ريزون فور كونسلتيشن او جذر انفورميشن. اسك البيشنت اباوت الايه؟ النيد. بعد كده ايه؟ دي تل هيم نولج ريكواير كانها ايه؟
كانها اكسبلانيشن وبلاننج عموما. هل هم نول حد فاهم حاجه ولا لا؟ ثم اتش ايه يا جماعه؟ هل بهم تو يوز الايه؟ ان هو يعمل ديسيجن ميكنج، ان هو ياخد قرار، كانها برضه تبع الاكسبلانيشن وميكنج والبلاننج، الاي تي بتاع شارب ديسيجن ايه؟ ميكنج. بعد كده اكسبلين هاو تو يوز الميثود تشوزن، يعني الحاجه اللي احنا اتفقنا عليها ازاي هنمشي عليها. هي برضه شارب ديسيجن ميكنج واوفر تشويس واكسبتبل رايت نفس المعنى. واخر حاجه الترم فور ايه؟ فور فور عشان اقول لك ايه؟ قول الحمد لله. الحمد لله. يبقى نستهدف الاول ونقول لا اله الا الله. هي اخر خطوه كان اسمها كلوزنج ليه؟ بترد عليا اخر خطوه كان اسمها كلوزنج ليه؟ لما تعيد الايتم ده عشان 10 دقايق بالظبط هتكون ماشيين او نص ساعه. بقول لك هات طلع الغلطه اللي طلع يلا يا جماعه يبقى الناس اللي حضرت معايا الصوت، الناس بقى اللي بتركز يا عبد الرحمن لما جينا اتكلمنا. لا مش مبالغ دي كده مكانك. ايوه ماشي عاوز اتكلم معاك. ايوه ماشي عاوز اتكلم معاك. عاوز اتكلم معاك. انت اللي راجل مانجمنت ولا حاجه؟ ده فرع عقلي؟ فرع عقلي. في مواعيد. 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 في جه بقى سهل جه صعب بقى حماده اللي حاطط المحامي ولا اللي حاطط المحامي ولا طبيعي وانا لو بقى مش ممكن بس شوف بقى حماده خاصه ان هو كده لابس في الاحجام بس ربنا هيدي ازاي من غير مجهود طب هتقول لي زي ما كان بيحصل في مواد ثانيه دي اللقطه دي اه يا لا يعني نقعد في المواد الثانيه اللي هو ايه اللي هو كله ياخد درجات ممكن اه ممكن لا كوميونتي لا كوميونتي عندهم غير صحاب ليه؟ ان هم عارفين ان هم ما بيلعبوش في راوندات رغم كده بيشوفوا درجات السنه في اخر السنه حته امتياز او مش امتياز ما احناش بنتكلم فيها الواحد احنا بنتكلم انت جايب امتياز قد ايه؟ يعني تلاقي اقل واحد مثلا فضل ربنا 265 72 انت بتعدي الامتياز ب 20 درجه ب 25 درجه انت مش بتتكلم بقى امتياز جامد جدا لا انت بيعدي بقى 280 85 جاب 90 هم عارفين ان اللي بيشوفوه ما بيجيبش درجات لازم يزعلوا جامد هو المرة السنة اللي فاتت مفيش أكتر من إن هو مفيش حد وقع في نفسه لازم لا نظري لا نظري 60 درجة لازم يلفوا يلا يا جماعة احنا قلنا بالصوت بقى معايا قلنا صوت قلنا أول حاجة عرفنا يلا يا عمرو يا عمرو انت كده دلوقتي خليك معايا جينا أول حاجة اتكلمنا عليها الصوت بقى معايا اتكلمنا على التوازن قلنا اول ستيب كونسلنج اسمها الشيت ستيجن بعد كده الجازرنج انفورميشن قلنا هنجمع معلومات استفاد منها دلوقتي وبعد كده عملنا حاجه اسمها بيلدنج ريليشن شيب وبعد كده اكسبلانيشن ومين وبلاننج اكسبلانيشن وبلاننج الدكتور اللي قامهم في كام ايتم؟ اربعه اول حاجه ان انا اديته لايه؟ المعلومه كوريكت اماونت اند مين طيب اللي هو المعلومه الاساسيه ومعلومات اخرى والتفسير بالله عليك تبقى راجل برنس وتحاول تتعود تحفظ معايا يا جهاز رجع دكتور بعد كده راح مكلمك عن مين؟ ازاي يفتكرها؟ اورجنايز وكاتيجوريز وايز ذا اندرستود لانجوج والفيجوال ميثود وشيك بيشنت اندرستاندنج بالله عليك تبقى فاهم كده الدكتور بيقول ايه؟ بعد كده في كام شيرد؟ اثنين يلا يا سما في شيرد منهم والمحادثه لسه ايه؟ مستمره سميناها شيرد اندر ايه؟ سنة. عباره عن ايه يا احمد؟ عباره عن دكتور ومريض وهو بيت ايه؟ وهو بيتكلم حد يقول لي كلمه وهو بيتكلم تاني بيك الفيربال والنون فيربال قال كلمه خلاها في حساباتك قال رياكشن او فيلينج برضه خلاها في حساباتك يبقى بيك فيربال ونون فيربال هي كونسيدر الرياكشنز والفيلينج شير ديزيجن ميكنج طلع اسهل واحد فيهم ليه؟ اثنين كما سبق راح قايل لك ايه؟ راح قايل لك شير سينكينج وانفولف البيشن وقال لك اثنين منهم لانك انت من قبل النهايه باوفر التشويس وانكارج هيم تو كونتريبيوت ثم تشيك اف هي اكسبت البلان اند نيجوشيت الاكسبتبل بلان قافل الجلسه عن طريق كام خطوه؟ قال لك خطوتين فقط لا غير، واحد فورورد بلاننج، يعني هنعمل ايه قدام؟ طلع لي منهم سهميه لو ما تذاكرش السطرين، نكست ستيب انكسبكتد اوت كوم، حلوه الكلمه دي؟ عشان اريح لك الدنيا بس. يبقى الليله دي كلها فورورد بلاننج عباره عن كلمتين، انت حصرت ثلاث كلمتين دول او دايره على الكلمتين عشان يخلص الموضوع، نكست ستيب
unexpected اول كم يعني ايه appropriate point of closure؟ ما ينفعش تبقى قاعد معانا تقول لهم روح هلا عشان في ده الكشف ده كله روح. لا الخص القصه الاول يبقى سمرايز السيجن بريفلي صح ولا لا؟ يبقى هي كلمتين برضه سمرايز واخر حاجه في ساتسفايد. مقتنع بيا؟ حبيتني ولا لسه؟ يبقى ساتسفايد وزي بسم الله. اخر حاجه بقى بالنسبه لك راح قايل لك ايه؟ يا عبده بيه كلمه جزر والله جابتها لك قبل كده كومبليت. بص لملك للسبس سلم على العيان والكلام ده. عم محمد يبقى جريت البيشنت فريندلي. اثنين ايه؟ جاي ليه؟ اسك بيشنت اباوت النيدز. ثلاثه جاوب له تل هيم نوليدج ريكواير. هل بهم ان هو ميك ديسيجن يعني خلاص بقى في عمليه وبتاع لازم هو بيكره العمليات وبيكره الكلام ده. لا ساعده ان هو ياخد قرار. وبعد كده اكسبلين هاو تو يوز الميثود دي يا جماعه تشوزن ثم هنرجع تاني امتى ريتيرن فور ايه فور بيز. في اي مشاكل؟ بالله اتمنى من الله ان الكونسلنج يكون ايه صح عظيم يلا بص رهيب والله كل سنه بقعد اصلح وبرضه بيطلع لي غلطات. الواحد تعليمي بلاش شخصيا اللي هو بقى فاهم هو ده اللي وقتنا في اه والله ولا بقى بنتكلم انجليزي ولا عربي. يلا اللي بقول لك ايه الصوت ده معايا يلا نجم الصوت ده معايا اخر بقول لك ايه هو احنا لو قسمنا المذكره بتاعتنا خلاص بقى معايا عشان نمشي بسرعه. لو قسمنا المذكره بتاعتنا ثلاث اجزاء في جزء انا هفضله في الاول يعني اسمه هيلث بروموشن. خلاص هيلث بروموشن ساعد كتير من سؤال في اعمال على فكره. خلاص حاجه انا بتكلم ان البرانش ما جاش نظري اخر السنه اللي فاتت بس السنه اللي قبلها جه عادي. ولاحظ حاجه كمان جه اعمال سنه يعني جه نظر عادي منه من اعمال السنه. بص بقى معايا انا لو قسمت خلاص بقى معايا عشان نمشي بسرعه. بالله عليكم اسهل جزء بقى في الحصه بالله بس بصحصح. الجزء الاولاني كان اسمه هيلث بروموشن ده انا بحط له. الجزء الثاني لو تفتكر كان اسمه بيهيفير اند كوميونيكيشن. فاكر البيهيفير اتكلم في كام سؤال يا ماركو الناس المركزه بقى معايا شوي اتكلم في ثلاثه اللي هو الهيلث بليف موديل والانس بيهيفير والتشنجنج بيهيفير. وراح جاي بعد كده داخل على الكوميونيكيشن اعرفك يعني ايه كوميونيكيشن وايه الفاليوز بتاعتها وايه البرنسبلز بتاعتها وايه المينز وايه الباريرز. واول مثال اتكلمنا عليه كان الهيستوري. ثاني مثال كان مين؟ ثالث مثال الهيلث اديوكيشن. هو لو الدكتور اللي عندك اللي بيعمل لك هيلث اديوكيشن في البلد سنه انت هتنزله سي بي ار المفروض كام نزله؟ نزل ايه؟ نزل عشان تلمه ايه؟ داتا. عارف نزله ثاني هتعمل ايه؟ هيلث اديوكيشن. على فكره الهيلث اديوكيشن ده بالنسبه لبتوع الكوميونتي هو اقوى حاجه. ليه؟ اولا هو ما بيعرفش يعمل بريفنشن للديزيز الا اول خطوه عن طريق الهيلث ايه؟ اديوكيشن. الدكتوره هتقول لك الدكتوره ماهي اللي كانت حاطه البرانش هتقول لك ايه؟ هتقول لك ان الهيلث اديوكيشن مش مجرد انك تنصح واحد وتمشي. يعني ايه؟ انا جاي لعمرو عمرو بيشرب سجاير ما بيلعبش اي فيزيكال اكسرسايز. انا جاي اعمل له هيلث اديوكيشن ان هو يسيب السجاير او يلعب فيزيكال اكسرسايز مش مجرد ان انا اديك النصيحه او المعلومه وامشي. ده انا لازم افضل وراك لحد ما تاخد قرار ولو افضل وراك لحد ما يحصل بيهيفير تشين يعني تسيب الحاجه الوحشه اللي انت كنت بتعملها او تعمل حاجه جديده انا عايزك تعملها. فاهم حاجه ولا لا؟ الهيلث اديوكيشن مين البرنس اللي يقول لي برايمري ولا سكندري ولا تيرش؟ ثلاثه. ليه؟ هي الفاكسين برايمري ولا سكندري ولا تيرش؟ الدراجز ايه؟ او التحاليل تعتبر ايه؟ سكندري. السبيشال ايه؟ السبيشال مش الفارس. طب ما انا ممكن اقول لواحد بص العب رياضه وما تشربش سجاير يبقى هيلث اديوكيشن اتقالت في صوره برايمر. ممكن اقول له خد العلاج او اعمل تحاليل. سكندري ممكن اقول له هات كرسي متحرك لانك بقيت شخص كومبليكيتد. تيرشري فبالنسبه لهم الهيلث اديوكيشن في غايه الاهميه. محمد البني ادم اللي هيعمل هيلث اديوكيشن لو ما عندوش كوميونيكيشن سكيلز مش هيعرف يقنع الناس اللي قدامه بالمعلومه فبالتالي مش هيسمعوا كلامه. حد فاهم حاجه ولا لا؟ يبقى تالت اكتب عليها ثالث مثال للكوميونيكيشن اسمه هيلث اديوكيشن. حد فاهم حاجه؟ يبقى اول مثال في المجال الطبي هيستوري ايه؟ تيجي يعني انتوا مثلا لما تيجي تنزلوا البلد عشان تعملوا هيلث اديوكيشن تلاقوا واد بيفهم كده بيعرف يتكلم. تعالى يا عم نعم اعمل انت هيلث اعمل انت المسج. ليه اعمل انت المسج؟ لانك انت اللي هتعرف تتكلم مع الناس ولما تيجي تتكلم بناء على قضيه الناس. الناس هاي سوشي ايكونوميك تستعمل فورمال تيتشنج يعني اساليب ايه؟ علميه. الناس لو سوشي ايكونوميك تستعمل انفورمال تبقى عارف تقرا اللي قدامك وعارف توجه له المعلومه ازاي. هو ده جلسه الهيلث ايدوكيشن. فبالنسبه لهم بقى الهيلث ايدوكيشن هو الجزء الثالث في المذكره. يعني المذكره مقسومه كام حاجه؟ ثلاثه هيلث بروموشن وكوميونيكيشن وبيهيفير ورقم ثلاثه هيلث ايدوكيشن. سبع ورقات عن هيلث ايدوكيشن. ايه ده؟ بس هنكتشف في الاخر ان هو موضوع ما تقلبش هيطلعوا سبعه يا حوت. في الاخر هيقول لك ايه؟ ركز بس معايا كده عشان الدنيا تبقى مظبوطه. يلا اول حاجه قال لك ايه؟ يعني ايه هيلث اديوكيشن؟ تعريف مهم يا عبده والله البرانش ده اسهل بالمانجمنت. والطه حسين في الحصه العامل طه حسين في المانجمنت يجي يحضر مانجمنت ابص ايديكم تيجي تحضروا مانجمنت. وبقول تاني مش راجع قبل اعمال السنه.
بقى نيجي نسمع مانجمنت كده ان شاء الله عشان ربنا يرضى عنه. تيجي يا حسين؟ مش هرشح يا حسين. طب استنى استنى، هو في امتحان كده كده هقول لكم على حاجه، احنا هنخلص المانجمنت حد وتلات، حد وتلات السبت اللي بعده هيبقى في امتحان على المانجمنت، وهنزل لك مذكره الام سي كيو المره الجايه، وانت شغال في مين؟ وانت شغال في المانجمنت هيبقى الام سي كيو بتاعتك معاك في المذكره، تسمع المانجمنت وتقعد تذاكرها، مش عايز تحضرها ما تحضرهاش يا حسين، عادي اب تو يو، بس بالله اللي هيجي يسمع مانجمنت والله هتفرق معاه عشان ما نتكلمش في البرانش ده تاني. رجع الدكتور بعد كده حوده علمني على الديفينيشن الاول، اولا يعني ايه هيلث اديوكيشن؟ ثلاث كلمات يا محمد في التعريف. بص انا فاهمهم لك الاول، ولما نيجي نشرح الجول اكتب عليه كده اهم سؤال نظري. جولز اوف هيلث اديوكيشن، واكتب جنبها ايتم وتفسير واكزامبل، والناس صحصح معايا، مين اللي كنا مشينا معاه بنفس اللعبه ده؟ هيلث بيهيف موديل. شفت في عيال بترد عليك على السؤال وفي عيال ثانيه مش فاهمه ايه السؤال اصلا. المهم التعريف قول صح ولا غلط؟ اول كلمه بص يا عبد الله ابلع التعريف دلوقتي. لحد ما انا لما اجي اشرح الجولز هتفهم اللي انا قلت لك الحاجه دي ايه. اقرا بس اكتب على اول كلمه كلمه بلاند اوبورتيونيتي، اكتب على رقم واحد. التعريف في كام شق؟ ثلاثه. استنى استنى، يعني ايه سيفيكيشن يا خليفه؟ يعني انت تنصح واحد بحاجه كويسه يعملها او بحاجه وحشه يبعد عنها. النصيحه مش مجرد انك تقول للواحد اعمل كذا او ما تعملش كذا، ده في ستيبس وفي جولز لازم توصل لها. مغربي بقنعه انه يلعب رياضه، لازم اقول له اهميه الرياضه، ولازم يقتنع، ولازم ياخد قرار انه يلعب رياضه، ولازم اوريدي يعني لما توصل لمرحله ان العيان يبدا يعمل بيهيفير تشينج اعرف ان الهيلث اديوكيشن بتاعتك جابت نتيجه. كلام سهل والله يا غنيم. فعشان كده الدكتوره بقول لك ايه يا عيان، هو الهيلث اديوكيشن انك تنزل البلد مش لا دي تعتبر بلاند اوبورتيونتي بالراحه. يعني ايه بلاند اوبورتيونتي؟ يعني مفيش حاجه اسمها تعالى يا عم ننزل نعمل هيلث اديوكيشن. ايوه هنعمل هيلث اديوكيشن لمين وازاي وامتى وايه الفلوس اللي احنا محتاجينها وايه الريسورسز؟ فهي تعتبر اوبورتيونتي بس متخطط لها. حد فاهم حاجه ولا لا؟ زي النزله الثانيه في البلد عندكم، انتوا النزله الاولانيه هتنزل تجمع بلاد، والنزله الثانيه تنزل تعمل هيلث اديوكيشن، هتبقى نازل عارف هتعمل هيلث اديوكيشن لمين وفين وازاي وعن انهي موضوع. حد فاهم حاجه ولا لا؟ فبسم الله الرحمن الرحيم بلاند ايه؟ ريكروبيوتك. وبلاند ايه؟ اوبورتيونتي فور بيبل تو ليرن اباوت هيلث. رقم اثنين ان انا اعلمهم عن الهيلث حاجه، سواء حاجه كويسه يعملوها او حاجه وحشه يبعدوا عنها. بس لا اند ميكينج تشينج ان زير بيهيفير، يبقى اللي بيفهم بيريح كانه جاب لك اهم ثلاث كلمات هم اصلا كده كده. بصوا هيبانوا في الجولز كمان شويه بالعقل، عشان بقول لكم ايه الجولز في حاجه صغننه بعدها ونمشي. فبالله ما تقلبش ورق، فبالله حاجه يا دكتور اهم حاجه يلا اهم حاجه. طب مش الورقه دي على فكره اهم حاجه الجولز، تركز بقى معايا. التعريف شمل كام كلمه يا محمد؟ ثلاثة. واحد بلاند ايه؟ اوبورتيونتي. اثنين فور بيبل تو ليرن اباوت مين؟ ليرن كده يعني اديتك نولج صح؟ بس لا اي عبد الله هظبط لك كل حاجه يا عبد الله دلوقتي. اند ميكينج تشينج ان زير عن طريق اول ثلاث كلمات بس، سيبك من الرابعه. واحد ريزنج اويرنس، اكتبها بالعربي كده زود الوعي ماشي. رقم اثنين هنا بروفايدنج انفورميشن وكانك ليرن اباوت الهيلث. ما انا عارف ليرن اباوت الهيلث ازاي؟ ان انا ازود الوعي عن الحاجه وفي نفس الوقت اديك معلومات عنها. اند ايه يا جماعه؟ موتيفيشن تو ميك تشينج. واحد يقول لي موتيفيشن اديله فلوس يعني؟ لا حببه في الحاجه، يعني اقول له الحاجه الفلانيه لو ظبطت هتبقى انت هيلثي وهتقدر تكاري وورك، هتقدر تنجو لايف، هتقدر اي هبل، يبقى انت كده كانها موتيفيشن تو ميك تشينج. كلام فاضي والله. قول يا حسين انا التعريف يالا. اول حاجه ايه؟ اول حاجه ايه؟ بلاند اوبورتيونيتي فور بيبل تو ليرن اباوت هيلث اند ميكينج تشينج باي ريدنج الاولاني وبروفايدنج انفورميشن اند موتيفيشن. واحد يقول لي خايف اتوه في التعريف، اول سؤال هنشتغل فيه بمبدا ايه بقى؟ ان انا لو ترجمته لك عربي يا عم عبد الرحمن هتلاقي اللعبه بعد كده سهله جدا. اول حاجه انت داخل تنصح واحد بحاجه كويسه يعملها ولا بحاجه وحشه يبعد عنها؟ زيان. حاجه كويسه يعملها او حاجه وحشه يبعد ايه؟ عنها. اول حاجه انا عايزك تلعب رياضه، اول كلمه بقولها لك الرياضه مهمه. اكتب بس بالعربي جنب اول ايتم بس الرياضه مهمه. واحد يقول لك الرياضه مهمه، اكتب يا اخويا بالله عليك هتفرق دلوقتي في المذاكره. الرياضه مهمه. اسمها ايه؟ هيلث كونشوسنس جول. استنى استنى، هو كلمه هيلث كونشوسنس معناها ان انا اوقع عينك على حاجه او ازود الوعي بتاعك. يا محمد انا ما بلعبش رياضه يا محمد. واحد يقول لي يعني ايه معنى كده ان انا مش عارف ان الرياضه مهمه؟ مش دليل يا دكتور ان انا ما بفكرش في الموضوع. انا اول حاجه ببدأها لك عايزك تلعب رياضه او تسيب سجاير او ما تنزلش تلعب. بسم الله الرحمن الرحيم بقول لك ان الحاجه دي هيلثي يا الحاجه دي هازارد.
ده بسم الله الرحمن الرحيم كاني بوقع عينك على الحاجه فسماها هيلث كونشسنس جول. الدكتور كتبها بالعربي يا حامد الرياضه ايه مهمه، اكتب لي على الايتم الثاني مهمه ليه. تبدا اديك ايه نوليدج، حد فاهم حاجه خدها تسلسل بالعربي بس كده مالكش دعوه والله لا تحفظهم زي اسم. بص يا علاء، هو اول حاجه انت كتبت الرياضه مهمه، علاء لما اقول لك خد الاثنين ايتم دول مع بعض يبقى بنص دايره كده بالله عليك. بص الاثنين ايتم دول مع بعض كده كاني بقول لك ايه يا حازم الرياضه ايه مهمه، مهمه ليه؟ قيسها على اي حاجه. بكرهك في السجاير، اول حاجه اقول لك ان السجاير ايه هازاردز. هازاردز ليه؟ عشان 1 2 3 4. يبقى انا بوقع عينك على الحاجه واقنعك، لا 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 واثبت لك بالنولج لازم تقتنع ولا لا. سيلف اورنس اكتب عليها لازم اقتنع، لازم اقتنع واحده واحده. هو طبعا اهم حاجه بيقول لك ايه، هو سؤال زي ده اهم حاجه بتبقى بالنسبه له ايه، الايتم ولا التفسير؟ الايتم ماشي اهم حاجه، ولا اهم حاجه الايه الايتم. هو بالنسبه لك الحركه اللي انا عاملها بالعربي دي ليه لا مفكرك بالايتم كلها؟ الكونسلنج في مشاكل؟ لا مش مشاكل عن الكونسلنج. دخلنا على هيلث ادوكيشن. يعني ايه هيلث ادوكيشن اصلا؟ يعني بلاند ايه؟ فور بيبول تو ليرن اباوت ايه؟ زي ما بتتكلم معلومه تبقى خفيفه. تو ليرن اباوت هيلث اند ميكينج تشينج ان سير ايه؟ باي ريزنج. عارف التعريف؟ لما تخلص الجول هو التعريف اصلا. ليه؟ مش انا اديتك نولج في الايتم التاني وزودت الوعي عندك في الايتم الاولاني وشويه واخليك تعمل تشينج ولا لا؟ ما هو ده الديفينيشن. الجولز رياضه ايه الاول؟ طب ما انا عارف رياضه مهمه يعني ايه؟ هيلث كونشسنس جول. يعني اكتبها بالعربي ازود الوعي على الكلمه نفسها. هل انا كان احفظ الرياضه مهمه ولا ازود؟ اكتب الاثنين. الرياضه مهمه الاول على الشمال كده، هو انت نفس البني ادم برضه. اكتب فوق كده ازود الوعي عادي. مش هيحصل دلالة يعني. رقم اثنين مهمه ليه؟ اديتك ايه؟ نولج. بص سيب المذكره لازم تقتنع ولا لا؟ اسمها سيلف ايه؟ اويرنس. ولا بندق اكتب لي كده على الجمله يعني ايه كلمه اتيتيود تشينج؟ اشيل اي فكره غلط، اكتبها بالعربي اي فكره غلط وخد لي الاثنين ايتم برضو مع بعض اللي هما سيلف ايه عصر اويرنس واتيتيود. عارف يعني ايه اصلا كلمه اتيتيود يا محمد عبده؟ كلمه اتيتيود يعني راي، يعني فيو، يعني انت مقتنع بايه؟ فلما قال يا عمر اتيتيود تشينج اكتبها بالعربي كده اشيل اي فكره غلط. واحد يقول لك يعني ايه يا دكتور؟ يعني انت بتنصح واحد وصل دكتور معايا قلت له عم محمد رياضه الراجل عنده 60 سنه وبيشرب سجاير طبعا حاجه عايزينها تسيب السجاير وبتاع والكلام ده، يبقى كده كهيلث كونشسنس السجاير غلط وعشان كذا وكذا وكذا، يبقى اديته ايه؟ نولج. فضلت وراه لحد ما اقنعته. ده اسمها سيلف ايه؟ اويرنس. الكلمه دي بص لا تتعارض مع اللي بعدها. ما انت ادام اقتنعت بحاجه شلت فكره غلط. واحد يقول لك يعني ايه فكره غلط؟ يعني الراجل دوت عنده 60 سنه كان عنده وقفات ان هو اولد ايج ما عادش ينفع يعمل فيزيكال اكسرسايز، انت اقنعته ان لو حتى مشي ده يعتبر فيزيكال اكسرسايز، فانت كده كانك غيرت وغير في الاتيتيود. فالكلمتين دول لا تعارض معاهم. ليه؟ لو اقتنعت بحاجه شلت الفكره غلط عنها. حد فاهم حاجه ولا لا؟ يبقى سيلف ايه؟ هو معايا ايه ولا لا؟ ثم اتيتيود مين؟ تشينج. اول غلطه ايه؟ انك تخش الحصه ومقرره انك مش هتفهم اول معلومه صح. كان بحارب لكل الناس. اول غلطه ان انا ابقى قاعد قدام المعلومه وحاسس ان المعلومه صح. والله العظيم يا عايز يا عبد الله. انا اسف يا عبد الله. داويله النقطه دي يا حازم بسرعه. يبقى اول حاجه كده فين الموت تاني؟ يا عمرو ايه؟ روح على عبد الله يا عم. فين الريموت؟ شغال التكييف ده يا دكتور. معلش عشان عبد الله يركز. الاثنين قاعدين مع بعض، واحد يقول لي الجو برد والتاني يقول لي الجو حر، هعمل فيهم ايه؟ اول حاجه ايه؟ ريح الزبون، يلا عبد الله. معلش. قلنا الصوت ده معايا. قلنا الرياضة مهمة هيلس ايه؟ يا سرسبيل. هيلس ايه؟ كونش اوف جول. مهمة ايه؟ نولج. لازم تقتنع اسمها سيلف ايه؟ اولا شيل فكرة غلط اسمها ايه؟ هلعب رياضة. يبقى انت وصلت مع العيال انه يعمل ايه يا جماعة؟ ديسيجن ميكنج. اكتب عليها بالعربي كده هلعب رياضة. على فكرة الثلاثة ايتم دول هتاخدوا مع بعض. الناس اللي بتفهم ده عشان ننجز. ليه بقى يا دكتور؟ انا قلت لك انا هلم لك الموضوع الاول بالعربي. هلعب رياضه يبقى اسمها ديسيجن ايه؟ هلعب يبقى ديسيجن ايه؟ ميك. اكتب على الجمله اللي بعدها لعبت رياضه يبقى اسمها بيهيفير ايه؟ تشينج. حد فاهم حاجه؟ يعني الدكتوره كانها بتقول لك انت مش مجرد انك تفضل يا فاطمه مش مجرد انك تنصح الواحد بمعلومات. لا ده انا لازم من جواك. بصوا لي بصوا لي الاول اديتك معلومات عن الرياضه كانها الاثنين ايتم الاولانيين. لو وقعت عينك على حاجه واديتك معلومات عنها فاهمين ولا لا؟ اقتنعت انت كانها الاثنين ايتم التانيين. ما هو السيلف اويرنس والاتيتيود ايه؟ تشينج. انتوا معايا ولا مش معايا؟ اي حد اقسم بالله مقرر ان الدنيا صعبه هتفضل صعبه عليه طول السنه وما يعرف يلم حاجه في الماده دي. مراها ده ما انا بعيدك مره و52 وادام غيرك بيلم يبقى سهل انك تلم. يبقى لقطه من عندك.
رجع الدكتور قال لك ايه؟ هلا ثلاثه ايتم التانيين مع بعض، هو الهيلث اديوكيشن مجرد ان انا نصحتك واديلك معلومات وسيادتك اقتنعت، افرض ما نفذتش ولا كاني عملت هيلث اديوكيشن، فلازم ثلاثه ايتم مع بعض، وما دام قلت مع بعض يبقى الناس بسرعه كده، الثلاثه دول مع بعض، هلعب رياضه، اوكي، يبقى اسمه ديسيجن ايه؟ ميكنج، على فكره بيهيفير تشينج، على فكره المبدا ده كله ممكن يبوظ منك وما تلعبش رياضه لمجرد ان في سوشيال من حواليك او فيزيكال انفايرومنت هو اللي عارضك. ازاي يعني؟ جيت تنزل قالوا لك يا عم اقعد في البيت ذاكر يا عم، ولا تقول لي بقى جيم ولا مش انت نازل تخلع عشان خاطر تبعد عن المذاكره، يبقى ده سوشيال. اصلا لو قعدت تدور في بلد كلها على مكان للجيم او للفيزيكال اكسرسايز مفيش، عشان كده قال لك ايه؟ لازم يبقى في مكان او نادي اللي هو سوشيال تشينج، اكتبها بالعربي كده مجازل. احنا مش فاهمين حاجه؟ مجازل؟ ليه؟ هتكتب مجازل؟ مكان او نادي لله، مكان او نادي بس اكتب كده، اكتب اي حاجه عادي، اكتب اي حاجه، مكان او نادي. مش هتكتبش اصلا بالعربي؟ رياضه مهمه. مهمه ليه؟ ماشي جد. طب ودي؟ مكان او نادي. مكان او نادي. يلا يا جماعه كان السبب بعد الدكتور ما قال لك ان الهيلث اديوكيشن خلاص يلا عشان نمشي، هي فاند اوبورتيونيتي فور بيبل تو ليرن اباوت الهيلث اند ميك تشينج. فهمتوا التعريف ولا لا؟ بعد ما قلنا الجولز، الصمت بقى بعد اذنكم، بعد ما قلنا الجولز يا اسراء هنيجي نعرف دلوقتي ان التعريف ثلاث كلمات، اولا هي بلاند ايه؟ اوبورتيونيتي فور بيبل تو ليرن اباوت هيلث، عارف ليرن كاني ايه؟ كاني اديتهم انفورميشن، كانها نولج، اند ميك تشينج ان زير بيهيفير، كانه جاب لك اهم ثلاث كلمات في الهيلث اديوكيشن. الجولز كلها كانوا كام جول بسرعه؟ سبعه دول الدكتور لمهم بكام ايتم؟ ثلاثه ايتم بس، ليه؟ اثنين ايتم مع بعض اللي هي الرياضه مهمه، يعني ايه الرياضه مهمه؟ ما ترد عليا، لا عيب يا عبد الرحمن بعد اذنك، هيلث ايه؟ كونشوس هيلث جول، والله العظيم اسهل حاجه بتحصل، نولج ايه؟ جول، لازم يقتنع، سيلف اويرنس، يشيل فكره غلط، اتيتيود تشينج، هلعب رياضه، تشيل من لعبت رياضه، بيهيفير مكان او نادي، على فكره انا بشوف الاكزامبل ده قرايه عادي، لكن التفسير بقى تفسير تافه جدا، عشان انا بقى اوقع عينك على حاجه، كاني بزود الوعي، عشان لسه مترجمها زود الوعي، اقرا كده التفسير، انكريز الاويرنس، اباوت هيلث ايشو، استنى هو اشمعنى ليه قال هيلث ايشو؟ اكتب على هيلث ايشو بوزيتيف او نيجاتيف، هو ما رضيش يقول ديزيز ليه؟ ما رضيش يقول حاجه كويسه ليه؟ لان الحاجه اللي انت بتنصحه بيها يا حاجه بوزيتيف يا حاجه نيجاتيف، عشان كده اداها لفظ هيلث ايه؟ ايشو. استنى هو انت مش ترجمت كلمه كونشوسنس، على فكره كل واحده من دول تيجي لك كلمه سكوهاي، يعني بقى بالعكس، كانه بيجيب المصطلح العلمي، يعني يجي يقول لك ايه؟ مين الايد الجول اللي في الهيلث اديوكيشن اللي بتزود بيه الاويرنس اباوت هيلث ايشو، يبقى مين؟ هيلث كونشوسنس، عشان كده الدكتور قصد الناس اللي استكترت تكتب كلمة الوعي عشان التفسير يا معلم. والمثال عشان تلم السبعة. الرياضة مهمة مهمة ليه؟ لازم اقتنع واشيل فكرة غلط، هلعب رياضة لعبت رياضة مكان أو نادي. يبقى دول السبعة أيتم. حد فاهم حاجة ولا لا؟ يا محمد الوعي هنا كأنه فكها في كلمة إيه؟ انكريز الإيه؟ خلي بالك لأن في أيتم جاي اسمه سيلف أورنس، ففي ناس لما بيجي لها كلمة أورنس دي بتفتكر هو سيلف أورنس، سيلف أورنس كده أنت اقتنعت. ده موضوع سيلف أورنس، لكن هنا أنا بزود الوعي بس. اسمه هيلث كونشوسنس. طب نولج يبقى اديتك ايه؟ حط دايره على كلمه انفورميشن، اباوت اشطب على كلمه بروبلم وخليها ايشو. حد يقرا الجمله كامله كده؟ يبقى جيف يا هاجر. خلي مره تركز عشان تلم الحصتين. ها جيف انفورميشن اباوت الايشو ذات بيبول ار اوريدي اباوت. ما انا هبدا بقى من هنا ورايح. يلا اباوت ايه؟ حد فاهمها؟ يعني انا الاول وقعت هناك على حاجه اسمها هيلث كونشوسنس جول، بعد كده اديلك نولج، يبقى نولج ايه؟ يعني ايه نولج؟ يعني جيف ايه؟ انفورميشن اباوت الايشو اللي البيبول اصلا. طب اقول لك على حاجه، في ناس كتير بتهجم كلمه هيلث كونشوسنس وسيلف اويرنس. لاحظوا ان هيلث كونشوسنس يعني زودت لك الوعي، صح؟ عارف يعني ايه سيلف اويرنس؟ يعني انت اقتنعت. اقتنعت يعني ايه؟ يعني انت دلوقتي بتتاكد ان الرياضه دي مهمه ليك ولا لا؟ سيبك من نص الجمله الاولاني، النص الجمله الثاني ده جاي امسكها قبل كده اتعلمت عليه بس. يعني هيلبنج البيبول تو ايدنتيفاي وات ذي حقوق ريلي امبورتنت تو ذيم. حد فاهمها؟ يعني مجرد ان انت تقتنع بالحاجه، انت قررت فعلا ان الرياضه دي مهمه ليه؟ يا عطيه والله هيجي لك ام سي كوها عطيه، لو جه قال لك ايه الايتم اللي بتساعد فيه الناس ان هم يقرروا وات از ريلي امبورتنت تو ذيم، يبقى دوت السيلف ايه؟ اورنس. لكن ان انا ازود الاورنس عند البيبيوليشن اباوت هيلث ايشو، يبقى هيلث كونشوسنس. حد فاهم انا بقول ايه ولا لا؟ ناس تركز معايا، يعني ايه سيلف اورنس بسرعه؟ هيلب البيبول تو ايه يا جماعه؟ او تو ايدنتيفاي وات از ريلي امبورتنت تو مين؟ طب هسألك سؤال بحق ربنا، اتيتيود تشينج يعني تشيل اي فكره كانها تشينج في ليه؟ في الاتيتيود. في الاتيتيود يعني ايه؟ الراي يعني ايه؟ يعني تشينج ان وات بيبول فيل. مين حاجه ولا لا؟ من كلمه اتيتيود ثلاث اسهم لتحت، كلمه فيل وبيجينز وكلمه وين.
الحاجه اللي انت مقتنع بيها رايح على الحاجه انا خليتها صغيره كده اشتغل على كلمه فيلنج من الاخر صح كده. وبعد كده بقول لك ايه انك تسايد تو دو سمثينج ان ذا فيوتشر تقرر انك تعمل حاجه اسمها ديجن ايه مين لكن تو دو سمثينج يبقى ده ايه غير شيء حاجه حاجه ولا امال السوشيال دوت انا غيرت مين اقرا غيرت السوشيال السوشيال ده زي راي والدك والدتك مثلا اللي هو مش عايزينك تنزل تلعب رياضه او جيم او كلام يبقى ده سوشيال او فيزيكال فيزيكال انفايرمنت يعني ايه يعني انا اوفر مكان او نادي الكلمه اللي قالتها العربي ده ده يعتبر فيزيكال انفايرمنت تو هيلب بيبل تو ادوبت هيلثي بيهافير المثال ده المثال بص المثال ان انا اقول لك ان الرياضه مهمه ده ايه ده الهيلث كونشس نس مهم عشان تظبط الجسم ولا 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 ايه نولج لازم تقتنع ده ده اسمه ايه سيبت اويرنس يعني فينا اولين كانوا في كلمه واحده يبقى فينا اولين ايه نون والاثنين التانيين ايه فيل سبوست ديسيجن ميكنج بقى نون وفيل لانك انت بناء على معلومات انا قلت لك وفي نفس الوقت تكون انت مقتنع بانك واخد قرار صح. امال البيهيفير ايه دوري امال السوشيال ايه قال لك انك تخلي الهيلثي تشويس ايزير تشويس يعني تخلي الحاجه الهيلثي متوفره للناس هي دي كانت السوشيال. طب معنى الايتم ده عشان ما اجيبش سيرتها تاني اول حاجه قال لك ايه لا 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 تفتكر الكلمه بالعربي يعني ايه يعني بلاند ايه يلا يلا بلاند ايه اوبورتيونيتي تو ليرن اباوت مين الهيلث اند ميك تشينج ان ذير بيهافير او الرياضه مهمه معناها ايه بالعربي ان انجلش ها هيد كونشس ايه ليتس جو مهمه ليه كاني قلت لك ايه نوليدج لازم تقتنع سيلف اويرنس تغير اي فكره غلط اتيتيود تشينج اسالكم سؤال بحق ربنا اتيتيود ايه تشينج على فكره الايتمز ما تهمنيش على قد التفسير والله لان انا عارف ان كله يعرف يحفظ الايتم بس التفسير لا يرق. هو كلمه كونشسنس معناها بالعربي ايه الوعي كاني زودت ليه هو اباوت هيلث ايه ايش خلاص مشينا على فكره اباوت هيلث ايه ايش طب ان انا اديك انفورميشن كانها ايه نوليدج يبقى النوليدج بروفايدنج ايه انفورميشن. ادي يا محمد ايه الفرق بقى من السيلف اورنس والهيلث كونشسنس الكونشسنس كاني بزود الوعي بس لكن الاورنس ان انا هيلبنج البيبل تو ايدنتيفاي وات از ريلي امبورتنت تو ذيم شيل الفكره غلط اتيتيود ايه تشينج كانها تشينج بيل اتيتيود اللي هو كام كلمه ثلاثه تشينج ان وات بيبل فيل او بليف او اوبينيون اباوت الاوبشن. اخر حاجه انك تقرر انك تعمل حاجه زي ايه لكنك تو دو سمثينج يبقى بيهافير انك تغير في الفيزيكال والسوشيال انفايرمنت يبقى سوشيال. قبل ما تقلبوا الورقه وناخد الديتيل فاضل لنا هسالكم سؤال وانتوا اللي هتجاوبوا على المعلومات اللي هقولها كلها قول صح ولا غلط. الهيلث اديوكيشن برايمري ولا سكندري اديوكيشن؟ استنى الهيلث اديوكيشن للفيزيكال ولا للمنتال ولا للسوشيال؟ للبيرسون ولا للفاميلي ولا للكوميونتي؟ طيب لايف لونج بروسيس كله يعني لايف لونج بروسيس ولا عمليه متوقفه؟ لايف لونج بروسيس لان طول ما في مرض طول ما في نصيحه. طب اخر سؤال البرنس اللي يقول لك هل الهيلث اديوكيشن بتتعامل مع البني ادم ات كل بوينت اوف هيلث اند ايلنس؟ ليه؟ عشان برايمري سكندري شوف اللي بيفهم انا برنس ليه انت جدع حسين والله ليه؟ لان لما باجي انصح واحد انه ما يشربش سجاير ما دي برايمري هو لسه سليم لكن لما اقول له خد العلاج ده سكندري لانه في بدايه المرض. لما اقول له هات كرسي متحرك من العضله تلاقي ترشش اقلب الورقه هتلاقي سؤالين صغننين كده. اول حاجه الكونسيبت يعني ايه كونسيبت؟ اكتب كده المجالات التي يمكن ان يطبق فيها الهيلث اديوكيشن. كفايه يا عمرو يلا المجالات التي يمكن ان يطبق فيها الهيلث اديوكيشن. ميعادنا السبت 3 مواعيد عايز اضربه ميعاد 7:30 مفيش مشكله بس عشان انا ببقى عملت اللي عليا قدام ربنا عشان بعد كده لما ارخم محدش يبقى يتكلم. اول حاجه البرايمري والسكندري روتيشن برايمري والسكندري روتيشن اول حاجه البرايمري انك تساعد البني ادم انه بروموت الهيلث خلي امبروف دي بروموت حد فاكرهم يبقى 2 بي. هو السكندري يا كريم مش كان بياخد علاج؟ فاكر انا لما كنت بقارن من البريفنتيف والكوراتيف وقلت لك ان السكن اللي هو الكوراتيف بيرستور الهيلث. فاكر لما قلت لكم ان الكوراتيف بيرستور الهيلث ولا لا؟ ابص على الجمله الثانيه ايوه يعني ماشي زهقوا من كتر المعلوم. بص كده هيلب البيرسون تو ايه؟ تو ريستور هيز فورمر ستيت اوف هيلث. حد فاهم حاجه؟ كانه علاج انك ترجع صحتك تاني. طب والتيرشري فور ايه؟ ريهابيتيشن دايمنشنز يعني خصائص الهيلث اديوكيشن يعني ايه خصائص؟ يعني ايه خصائص؟ اكتب كده بالعربي كل حاجه.
يعني كل حاجه انت عارفهم على فكره الابيدميولوجي. خلاص يا بوند، يعني اتكلمت دلوقتي يا بوند، اتكلمت يعني دلوقتي. طب انا بتحال عليك انك تراجع من الصبح. طب هنرضي بوند دلوقتي، ثانيه بس. بص اول حاجه، يلا اقرا يلا وشوف الكلام العبيط. اول حاجه ان هي ايه؟ تور تسمى. هي اول بيرسون. يعني ايه اول بيرسون؟ يعني فيزيكال ومنتال وسوشيال. دي صعبه يعني، انت لما تيجي تنصح حد دي صعبه فيزيكال ولا منتال ولا سوشيال ولا كل حاجه؟ ما تسعش تسع عشان مش هتطول. رقم اثنين قال لك ايه؟ اللايف لونج بروسيس. يعني ايه كلمه لايف لونج بروسيس؟ مدى الحياه، يعني كل الحياه طول الحياه. ليه؟ لان طول ما في مرض طول ما في ايه؟ نصيحه. يعني الاستيكيشن دي مش هتقع. حد فاهم حاجه ولا لا؟ رقم ثلاثه ان هي كونسيرنت مع البني ادم ات اول بوينت اوف هيلث اند ايلنس. كانها برايمري سكندري تيرشن. هتقولها لهم المعلومه بصوره علميه، لكن على دروس البرنامج هتنزل ايه؟ هتنزل ايه؟ محدش يتكتك في الاوضه. خلاص؟ هات الكونسلنج كده صفحه 73. بسرعه. اول حاجه جذرنج انفورميشن، محدش يرد. خليكم بس في المذكره اللي قدامكم. قلنا جذرنج انفورميشن، محدش يرد وقلت ولا اسمع صوت. قلنا جذرنج انفورميشن عن طريق ست ايتم. اثنين منهم اسال العيان، اساله اوبن وكلوزد واساله ايزي اندرستود. بعد كده عشان يجاوب حاجتين، انكارج هيم تو توك وفاسيليتيت البيشنت ريسبونس. انت هتستفيد من اللي انا بقوله ده، العيال اللي كانت مركزه بس. بعد كده وهو بيجاوب ليسن كيرفولي تو يا منار، ليسن كيرفولي تو بيشنت. واخر حاجه بالنسبه لك استبلش الديت والسيكونس اوف مين ايفنتس. بعد كده عملنا ريليشن شيب عن طريق ثلاث كلمات، نون فيربال بيهيفير يا اما ديفلوبنج الرابورت يا اما ايه انفولف البيشنت. نون فيربال بيهيفير يبقى ديمونستريت النون فيربال بيهيفير او ديمونستريت الكونفيدنس. بالنسبه للرابورت قلنا ثلاث كلمات، اكسبت فيوز، بعد كده اللي هو مين سبورت، اخر حاجه ان انا اتعامل سنسيتيفلي مع الحاجات المحرجه بالنسبه لي. انفولف البيشنت عن طريق شير سينكينج، عن طريق اسك بيرميشن او فيزيكال اكزامينشن. ايه الاكسبلانيشن والبلاننج؟ اول حاجه كوريكت اماونت اند تايب اوف انفورميشن، المعلومه الاساسيه اللي هي كونسيدر البيشنت ستارتنج بوينت اللي هي الفيريور ايه نولج، ثم اسك هيم وات اذر انفورميشن ايه نيد، ثم جيف اكسبلانيشن ات ايه ابروبريت تايم. بعد كده ازاي يفتكر؟ يبقى عن طريق الاورجنايز، عن طريق الكاتيجوريز، يا اما از دي اندرستود لانجوج، يا اما فيجوال ميثود، يا اما شيك بيشنت اندرستاندنج. جه بعد كده قال لك شيرد حاجتين، يا اما شيرد اندرستاندنج، يا اما شيرد ديسيشن ايه ميكن. شيرد اندرستاندنج معناها المحادثه مستمره، الدكتور ريليت الاكسبلانيشن بالبيشنت ايه النس، وبعد كده المريض انكارج هيم تو مين كونتريبيوت، وهو بيتكلم ليك الفيربال والنون فيربال اند كونسيدر الرياكشنز اور ايه فيلينج. شيرد ديسيجن ميكنج دي كما سبق اللي هم انفولف البيشنت وشيرد ثينكينج اوفر التشويسز اند انكارج هيم تو كونتريبيوت وتشيك اف هي اكسبت البلان اند نيجوشيت الاكسبتبل بلان. رجع الدكتور بعد كده قال لنا اخر خطوه اللي هي كلوزنج ديسيجن عن طريق الفورورد بلاننج او الابروبريت بوينت اوف كلوجر اللي هو نيكست ستيب والبوست بول ان اكسبكتد اوت كام. اما الاخيره سمرايز، واخر حاجه تشيك هي ساتسفايد اند كومفورتبل وذ مين. كلمه جذر مش مشكله، هيلث اديوكيشن بلاند اوبورتيونيتي تو ليرن اباوت هيلث. اول حاجه ان الرياضه مهمه اسمها ريسك، مهم محدش يتكلم، مهم ليه؟ لانه مش دور كان ثانيه سيلف اويرنس. يبقى الفكره غلط، اتيتيود تشينج. تلعب رياضه يبقى ديسيجن ميكنج، نفس الرياضه يبقى بيهيفير تشينج مكانها ونادي سوشيال. الدايمنشنز مش عجباني، اول حاجه ان هي مختصه بالبيرسون، فيزيكال ومنتال وايه؟ يلا يا بوم، فيزيكال ومنتال وايه؟ وسوشيال. بعد كده ان هي لايف لونج بروسيس. بعد كده ان هي مختصه بالاول بوينت اوف هيلث اند مين؟ بعد كده ان هي بتتعامل مع البيرسون والفاميلي والكوميونتي، بتساعد الناس في الشعب الاخرين اند فورمال ونون فورمال تيتشنج، وكانها كل حاجه حتى لها سبعه وايد. ماشي بتري والله هو ابو فين صحيح؟ طب استنى استنى جوه، هو ابر بس ولا ابر بس؟ ابر وراكس وسكابل كده. قال لك ولا سكابلا؟ طب هقول لك على حاجه،